السلام عليكم ورحمة الله، مع حضراتكم مهندسة منى. بنرحب بحضراتكم في وبنار اليوم بعنوان تكنولوجيا الترشيح المتواصل للمياه. ثانيا بنرحب بالمحاضر المهندس محمد ونيم، وهو مدير بحوث المحطات بشركة مياه البحيرة ومدرب تكنولوجيات معالجة مياه الشرب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة، وهو أحد المشاركين في إعداد مناهج المسار الوظيفي بالشركة القابضة، وكمان هو مؤسس قناة ووتر تريتمنت نولوجي ترانسفير على يوتيوب. أخيرا بنقدم الشكر للمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى وأكاديمية خبرات تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنرجي إكسبو، المعرض الافتراضي لشركات ومنتجات المياه والطاقة الجهة المنظمة للبنار. بنأكد على السادة الحضور ضرورة كتابة الاسم الثلاثي باللغة الإنجليزية والإيميل في الشات للحصول على شهادة حضور. اتفضل باشمهندس محمد، جاهزين علشان نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في ويبينار تكنولوجيا الترشيح المتواصل. يا جماعة بصراحة الويبينار ده لما جيت نختار الموضوع بتاعه كان في حاجة مهمة جدا عايزة تتقال. كان مجموعة من كتيرة من المحطات بتتعمل في مصر والتكنولوجيا دي ابتدت تنتشر، واخدين بالكم، وبقى في كلام كتير ونقاشات كتيرة حوالين طريقة عملها وكفاءتها واستخداماتها كده يعني. فأنا يعني تسمحوا لي النهاردة هنتكلم في الموضوع ده. في البداية يعني زي ما باشمهندسة منى وضحت، أنا بشتغل في شركة مياه البحيرة، مدير إدارة بحوث المحطات، وفي نفس الوقت أنا بشارك في إعداد المناهج من 2013، والمناهج المسار الوظيفي للمهندسين وفنيين المياه، وانا في نفس الوقت بدرب تكنولوجيا معالجه مياه الشرب من 2008. انا طبعا يعني يشرفني ان انا بنكون يعني مؤسس قناه ووتر تريتمنت تكنولوجي ترانسفير شانل على اللي بيتابعها واللي بيشوفها. واتمنى يعني لو الموضوع نفسه كان مهم، متهيألي هتلاقي فيه مواضيع برضو مهمة على القناة ممكن تلاقوها لها صلة بموضوع محطات مياه الشرب. بصوا يا جماعة، احنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ الاول في حاجة، ودي من ضمن الحاجات اللي انا دايما بحب يعني انوه ليها، ان في احيانا في بيبقى معارف منتشرة في مجال مياه الشرب نحب دايما ان احنا نتكلم وتتاخد انها مسلمات، يعني نتكلم دايما على تصحيحها او تعديلها او تعريفها تعريف صحيح يعني. فهنتكلم في الاول يعني ايه عمليه معالجه، يعني ايه نظام معالجه، يعني ايه تكنولوجيا معالجه، وبعدين هنتكلم على الترشيح كعمليه معالجه والابلكيشنز او التطبيقات والتكنولوجيات المختلفه للترشيح، وبعد كده هنتكلم على الترشيح المتواصل، نظريه العمل والتصميمات المختلفه للمحطات والمميزات والعيوب ان شاء الله لمحطات الترشيح المتواصل. يعني اتمنى ان الموضوع هيكون كويس وشيق ويعجب حضراتكم. احنا ان شاء الله هنتكلم وهيكون في بريك، واللي يعني يحب يتواصل معانا من خلال الاسئله وكده فاحنا هنتلقى اسئله، وان شاء الله هيكون في مناقشات خلال الويبنار. شوف يا جماعه، مبدئيا احنا نتكلم على حاجه اسمها البروسيس او تريتمنت بروسيس، عمليه المعالجه. والعمليات المعالجه دي يا جماعه لما نيجي نتكلم عنها نقول دي عمليه معالجه، هي بتكون عمليه بتتم عشان تحقيق هدف. واخدين بالكم، هدف واحد بنحاول نحققه من خلال عمليه المعالجه اللي بنتكلم عليها، والمفروض ان عمليه المعالجه دي بتتم وفق ليها زمن وليها شروط للنجاح ان عمليه المعالجه دي تتم. يعني مثلا احنا عملنا عمليه معالجه بتتم في محطات اسمها الكلاريفيكيشن او الترويق، اللي هي المروقات. المروقات دي يا جماعه لما نيجي نتكلم عليها، هي خدوا بالكم انا بتكلم على الترويق المروقات، خد بالك ايه يعني، المفروض ان هي عمليه بتتم فيها التخلص من الندف، هدفها الغرض منها التخلص من الندف والعوالق الموجوده في الماء. جميل جدا. طيب ليها شروط، ليها زمن، طبعا هي المفروض بتاخد في زمن في حدود يعني من 2 ل 3 ساعات على حسب التصميم يعني بتاع الحوض اللي بيتم فيه عمليه المعالجه دي. وكمان
المفروض ان من ضمن شروطها ان بيكون في تحميل سطحي على المروق ده، وله حدود برضه يعني حوالي 2 مثلا متر في الساعة. وبنقول ان المفروض سرعة المية في العملية دي بيكون في حدود يعني ما يزيدش عن 30 سنتي في دقيقة. دي شروط، واخدين بالكم؟ كل دي عملية معالجة وليها شروط. عملية المعالجة دي عشان تحقق هدفها لازم الشروط دي بتتم، يعني بتتحقق في التصميم بتاعنا كده، اسمها عملية معالجة اللي هي اسمها كلاريفيكيشن. انا كده قلت الكلاريفيكيشن دي يعني قبليها ايه او بعديها ايه؟ ما قلتش. الكلاريفيكيشن دي لوحدها حاجة لوحدها بتكلم عليها، دي عملية لوحدها. ما قلتش ان قبليها في عملية تنظيف وقبليها عملية ترويب، ما اتكلمش على الكلام ده. لكن انا بتكلم على عملية معالجة واحدة اسمها كلاريفيكيشن، وبالتالي انا بنراجع الشروط بتاعتها عشان نقول نشوف مدى قدرتها على النجاح او مدى على قدرتها على تحقيق هدفها. واخدين بالكم يا جماعة؟ فخدوا بالكم انا بتكلم على عملية معالجة. طيب خدوا بالكم، ادي حاجة. حاجة تانية، نظام المعالجة. نظام المعالجة يعني ايه يا جماعة؟ نظام المعالجة يعني هي نظام المعالجة هي مجموعة أو سلسلة من العمليات المعالجة بتتم ورا بعضها. فبنقول مثلا نظام معالجة زي مثلا نظام المعالجة التقليدية أو الـ conventional treatment أو الترشيح المباشر، ده نظام وده نظام. طيب الترشيح المباشر يا جماعة نظام بيتضمن سلسلة من العمليات، هي أولا عملية ترويب، وبعدين عملية تنديف، وبعدين عملية الترشيح كده. وتتم النظام المعالجه ده المفروض ان هو بيحقق لك قدر من المعالجه مناسب لجوده المياه الخام اللي عندك. فالمفروض مثلا الترشيح المباشر ده بتتم ل معالجه المياه السطحيه منخفضه الحراره او اللو تربيتي ووتر. واخدين بالكم؟ يبقى ده نظام معالجه. لما نقول مثلا كونفشنال تريتمنت، ان الكونفشنال تريتمنت ده نظام معالجه بتكون من 5 سلسله، من 5 حلقات، ترويب، تنديف، ترويب، تنديف، ترسيب، ترشيح، تطهير. واخدين بالكم كده؟ يعني انا بتكلم على نظام، ونظام سلسله من عمليات. كل عمليه نقدر نتكلم عليها زي ما اتكلمنا عن الكلاريفيكيشن كده، ليها شروط وليها زمن وليها معدل تحميل، ليها يعني ليها شروط عشان تحقق فيها كل عمليه من العمليات عشان تحقق نجاحها او تحقق هدفها. طيب امال ايه تكنولوجيا المعالجه؟ شوف يا جماعه، تكنولوجيا المعالجة بقى هنا الكلام مختلف شوية. التكنولوجيا يا جماعة هي طريقة تطبيق عملية المعالجة. يعني إيه؟ يعني أنا عايز نعمل كلاريفيكيشن، أنا ممكن يكون عندي حوض مستطيل، حوض ترسيب مستطيل، أو يكون عندي مروق نابض، أو يكون عندي حوض ترسيب دائري، أو يكون عندي حوض ترسيب باللاملة. كل دي تكنولوجيات تحقق نفس الهدف، كلها بتشتغل على تحقيق الكلاريفيكيشن اللي احنا بنتكلم عليه. فاحنا بنقول انها تكنولوجيات. فانا ممكن اقول مثلا ان المروق ده تكنولوجيا السلادج بلانك او بطانيه الروب. واخدين بالكم؟ طيب كده كويس جدا. لما نيجي نتكلم بقى يا جماعه، ما ينفعش خدوا بالكم في الكلام، ساعات واحد يتكلم يقول لك المحطه دي تعمل بنظام مروق النبض. ما ينفعش كده. يعني المروق النابض مش نظام مبدئيا، واخدين بالكم؟ ولما نيجي نتكلم على نوع من المرشحات مثلا، انا مثلا بس بتكلم على مرشح على عمليه ترشيح. عمليه ترشيح ليها تكنولوجيات كتيره جدا، وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. خدوا بالكم يا جماعه الاستخدام، انا ليه بتكلم كده يا جماعه؟ لان انا احيانا بنلاقي ناس بتقول ايه، ها عمليه، يقول لك ايه احد المحطات تعمل بنظام الترشيح المتوسط. لا، الترشيح المتوسط تكنولوجيا واحد، قبليها ايه بعديها ايه دي كلام تاني يختلف، واختلافه بيختلف عشان يحقق لك نظام، عشان يجمع نظام يعني، ونظام مطلوب منه انه يحقق قدر من المعالجه مناسب للكواليتي بتاعت الروت. فبالتالي في حاجه، النظام ده يا جماعه بيعتمد على الكواليتي بتاعت الروت عندنا هتعمل ازاي، والمساحه المتاحه قد ايه، وشروط تانيه كتير. لكن تكنولوجيا المعالجه يا جماعه دي ليها برضو ليها اختيار، بنختارها، واخدين بالكم؟ لاسباب، قد يكون الأسباب منها مثلا سهولة الصيانة أو سهولة التشغيل أو توافر قطع الغيار، أو ساعتها نقول التكنولوجيا دي تناسبني والتكنولوجيا دي متناسبنيش. واخدين بالكم؟ كده واضح؟ طيب يعني عشان يا جماعة لما نيجي نسمع نقول إيه المحطة تعمل بتكنولوجيا أو تعمل
بنظام الايه الترشيح المتواصل، الكلام ده مش ايه مش صحيح. طيب خلينا نتكلم بقى. بص يا جماعه، احنا عندنا حاجه اسمها عمليه ترشيح. الترشيح يا جماعه عموما هو عمليه امرار المياه من خلال وسط مسامم، هي كده ده الترشيح، فلتريشن. كويس، الترشيح من خلال وسط مسامم يا جماعه الهدف منه التخلص من عوالق موجوده في الميه. احجامها بتختلف بحجم حسب حجم الايه او النظام او التكنولوجيا المستخدمه في الترشيح. يعني مثلا الترشيح ده يا جماعه ممكن يكون من خلال ورق الترشيح، او ممكن يكون من خلال غشاء، يبقى ساعتها ممبرين فلتريشن، يبقى ساعتها بنسموه ترشيح بالاغشيه. وممكن يكون من خلال وسط حبيبي جرانيولر فلتريشن، جرانيولر ميديا فلتريشن، يبقى ساعتها من خلال الرمل. او ممكن يكون من خلال مثلا اللايمستون، او من خلال حجر الجيري لو احنا بنعالج سوفتنج، واخدين بالكم بنعمل معالجه العصر. لو احنا هو بالتالي كله ترشيح، كل ده ترشيح. كويس، طيب امال ايه بقى اللي احنا بنتكلم عليه؟ هو الترشيح من خلال وسط حبيبي جرانيولر ميديا فلتريشن. طيب وبعدين هو الجرانيولر ميديا فلتريشن ده حاجه واحده؟ لا، دي تكنولوجيات كتيره جدا، واخدين بالكم. عمليه الترشيح ده يا جماعه انا كده ما اتكلمش عن حاجه قبليها ولا بعديها، لكن في معلومه لازم تكون واضحه للجميع، ان الترشيح من خلال وسط حبيبي يا جماعه بيكتسب كفاءته من خلال عمليه الترويب اللي تسبقه. لابد ان يكون في عمليه كواجوليشن قبليها، لابد من اضافه كواجوليشن من خلال استخدامات المرشحات اللي هي جرانيولر ميديا فلتريشن. دايما بيكون في كواجولانت قبليها الا في حاله واحده، هي حاله المرشحات الرمليه البطيئه، دي حاله خاصه جدا جدا وما استخدمش فيها الايه الكيماويات. لكن خلينا بقول انها خليها معلومه عندنا واضحه جدا وثابته، ان الكواجولانت اللي بيضاف قبل عمليه الترشيح بيكون له عامل مهم جدا، بيكون عامل مهم جدا في انجاح ورفع كفاءه عمليه الترشيح. طيب شوفوا يا جماعه التطبيقات المختلفه، مثلا التكنولوجيات المختلفه لعمليه الترشيح، انا ممكن نحط مرشح مالتي لاير فلتر، ماشي؟ يعني انا ممكن جدا يكون في عندي مرشح متعدد الطبقات. مرشح متعدد الطبقات يا جماعه ده يستخدم احيانا، يستخدم يعني، وبيكون له مميزات. متعدد الطبقات ده يا جماعه يعني اكتر من ميديا مستخدمه، ممكن يكون دول ميديا ثنائي وسط ترشيحي ثنائي، يعني مثلا انسر سيتو رمل، او ممكن يكون زلط متعدد يعني، او رمل متعدد الاحجام متغير الاحجام. لكن ده احد الايه الوسائل او احد التكنولوجيات المستخدمه في الترشيح. ساعتها المرشح بيكون اعلى شويه، ساعتها بيكون مرشح له تصميم مختلف، ما فيش مشاكل، لكن هو برضو لا زال عملية ترشيح. تمام، في البريشر فلترز، المرشحات المضغوطة. المرشحات المضغوطة دي يا جماعة نوع من أنواع التكنولوجيات المستخدمة، هي ترشيح برضو، ولكن يفرق عن عمليات الترشيح التانية إنها مش بتتم في الهواء الجوي في الضغط الجوي، لكن بتتم في داخل كبسولة وباستخدام طرمبات بنضغط المية عشان تمر من خلال، عشان تمر المية من خلال الوسط الحبيبي بتاعنا. الهدف منها برضو إزالة العوالق، لكن بتستخدم إمتى يا جماعة؟ بتستخدم لما يكون مفيش مساحة، بنستخدم بتستخدم عشان بتكتسب معدل ترشيح، بتدي معدل ترشيح عالي بحيث توفر مساحة. الكلام ده بيستخدم في محطات الكومباكت عندنا طبعا في محطاتنا، لكن بتستخدم في أوروبا عشان مساحات مش كبيرة، فبتستخدم بصورة يعني منتشرة جدا. لكن أحجام المرشحات بتاعتهم بتبقى بتعوض وجود المرشحات الرملية السريعة بتاعتنا العادية، يعني بتبقى مرشحات ضخمة جدا وأحجامها كبيرة. يبقى ده نوع تاني من أنواع التكنولوجيات المستخدمة في الترشيح. فيه
ونوع مهم برضو من أنواع التطبيقات المستخدمة في عملية الترشيح هي الترشيح من أسفل إلى أعلى. يعني الفكرة يا جماعة إن المرشح ده بيكون المية دخلاله من تحت تطلع من أسفل إلى أعلى. النوع من المرشحات ده يا جماعة بيكون قادر على إزالة العقارات لمدة عالية ولمدة عالية جدا، لمدة كبيرة، فترة زمنية كبيرة، ما بتسدش بسهولة، لأن المية لما بتدخل من تحت لفوق بتكون الندف يعني قدرتها على الإزالة إنها بتزال أحسن بكتير. كمان زمن التشغيل بتاعها بيكون كبير، لأن المرشحات بتاعتنا لما بيحصل لما بتشتغل بيحصل فيها داخلها نيجاتيف بريشر، لأن الرمل بيعوق سريان المية. في الحالة اللي احنا فيها دي لما الرمل بيعوق سريان المية الضغط بيزيد داخل الوسط الترشيحي ما بيقلش، فبالتالي ما بيحصلش نيجاتيف بريشر اللي هو احنا بنسميه حبس الهواء او التصدير. يعني عندنا المرشح ده يا جماعة ممكن يقعد فترات طويلة من غير ما يتغسل. المرشح ده بيكون بيسموه يعني الميزة بتاعته يا جماعة، هو طبعا اتجاه سريان مختلف، لكن ده بيديله قدرة عالية على إزالة العقارات. يبقى كده عندنا أكتر من تكنولوجيا. في كمان غير تكنولوجيا الترشيح من أسفل إلى أعلى، احنا كمان عندنا تكنولوجيا تانية اسمها الترشيح الرملي البطيء، نوع برضو من أنواع المرشحات، لكن تحتاج مساحات كبيرة، ما بتستخدمش الكيماويات قبليها، تنجح من غير الكيماويات. كواليتي بتاعت المية بتاعتها تبقى عالية جدا، تبقى آمنة بيولوجيا، بتبقى أقرب ما تكون للمياه الجوفية. الترشيح الرملي البطيء مستخدم في كل يعني أو في معظم الدول الأوروبية كمرحلة بعد المرشحات الرملية السريعة. زي ما حضراتكم شايفين ده، دي مرشحات رملية بطيئة في اليابان. يعني خلينا نقول إن الترشيح الرملي البطيء تكنولوجي يعني مهمة جدا، وتعتبر من أقدم التكنولوجيات في المستخدمة في عملية الترشيح. طبعا يا جماعة احنا ممكن نتكلم عن تطبيقات مختلفة في الترشيح كتير جدا، لأن في تصميمات كتيرة جدا للمرشحات وأشكال كتيرة جدا لأنواع المرشح بتختلف بينها وبين بعضها في حاجات، يعني مثلا في نوع الميديا او في نوع او في اتجاه السريان او معدل الترشيح او في طريقة الغسيل، يعني حاجات كتيرة جدا جدا. الترشيح يا جماعة عملية مهمة جدا. ده كده احنا بنتكلم عن الترشيح من خلال وسط حبيبي اللي هو جرانيولار ميديا فلتريشن. انا لا عايز اقوله يا جماعة ان الترشيح عموما كله بيكون له هدف واحد، وهو في الآخر عملية إمرار مياه وسط من خلال وسط، خلي بالكم. أو في كل مرة بقى بنحاول إحنا أو المصمم يعني بيحاول إنه يوجد ميزة مختلفة عن الإيه، كأنك أنت بتوفر مثلا مساحة، أو إنك أنت بتحصل على جودة أعلى، أو إنك أنت بتوفر في استخدام الكيماويات أو غيره. أنا الكلام يا جماعة ده بيخلينا نفكر دايما، أمال الترشيح المتواصل بقى. الترشيح المتواصل يا جماعة ده بقى الفكرة أو النظام أو التكنولوجي، مش النظام بقى، التكنولوجيا اللي هنتكلم عليها، طريقة أحد الطرق يعني للحصول على مميزات جديدة للمرشح. إحنا بنقول يا جماعة زي ما اتكلمنا كده إن إحنا عمليات معالجة كلها ليها نفس الهدف. يعني كل عملية معالجة، كل الترشيح بيكون له نفس الهدف. يعني الممبرين فلتريشن يا جماعة برضو غرضه إزالة العوالق الموجودة في المية، لكن العوالق اللي بيزيلها الممبرين بتبقى أدق شوية، لأن الممبرين بتبقى مسامه أقل. بينما المرشح الرملي البطيء بيعمل نفس الحاجة، لكن في نفس الوقت بيديك يعني أمان، و بنقول جودة مية عالية جدا. لكن خلينا نقول احنا النهاردة جايين بنتكلم على الترشيح المتوسط.
continuous filtration او المرشحات الديناميكيه زي ما بيقولوا ال dynamic filters اللي هي النظام ده. طيب شوف يا جماعه النظام ده يا جماعه منتشر موجود طبعا وهنقدر نقول مثلا ان هو بقى له مثلا حوالي 30 او 40 سنه موجود انتجته شركات كثيره. مش عايزين نقول ان الشركات المختلفه هي عندنا في مصر في اكثر من شركه بتنتج او بتنشئ المرشحات اللي هي continuous filtration سواء هي اتسمت بقى فيها اسم dynasand او astrasand او اي ان كان اسمها او dynamic filters. هو عموما كلها لها نفس نظرية العمل وبتديك نفس يعني من نفس المقدار من الجودة وبتعمل في نفس الرينج من معدل الترشيح اللي بتقدر تحصل عليه من خلال المرشحات دي. خلينا نشوف الأول المرشح ده عبارة عن ايه. بص يا جماعة المرشح ده ترشيح متواصل ميزته ان هو مرشح احنا بنسميه continuous filtration لكن في ناس تانية بتسميه continuous vacuuming. هو الفكرة المرشح ده ما بيطلعش من الخدمة، ما بيخرجش من الخدمة. احنا كل المرشحات بتاعتنا سواء كانت جرانيول ميديا او ممبرين فهي بتخرج من الخدمة عشان المسامة بتتسد وتتغسل او بيزيد الفقد في الضغط داخلها وبالتالي تتغسل. لكن احنا ما بنقولش مدة الغسيل قد ايه، يعني لان مثلا الترشيح من اسفل لاعلى ممكن تتغسل المرشحات دي مع ارتفاع العكرات لكن ممكن تشتغل مدة اطول، الفلتر رن نفسه بيكون مدة طويلة بينما المرشح الرمل البطيء ممكن يخش في الخدمة لمدة مثلا 3 شهور او 6 شهور وبعدين بيخرج عشان يتعمل له عشان يتعمل له اللي هو كشط نسبة من الرمل ويدخل الخدمة تاني. فبالتالي الفلتر ران نفسه احنا ما نقولش قد ايه لكن كل مرشحات بتحتاج انها تخرج من الخدمة تعمل لها صيانة عشان نزيل الشوائب اللي دخلت او سدت المسام وندخلها الخدمة تاني. لكن النوع ده اللي لما تصمم كان معمول ان هو ما يدخلش الخدمة ويخرج من الخدمة، لا هو في الخدمة على طول ما يخرجش منها ابدا، وده اول ميزة له. الميزة التانية يا جماعة اللي هو يعني المية والرمل لما بيتحركوا احنا الحاجة الوحيدة تتحرك في الجزء الوحيد المتحرك داخل الفلتر ده هو الرمل، الرمل هو بيتحرك وبالتالي مفيش اجزاء ميكانيكية بتتحرك فانت بتحاول تعملها صيانات وده ميزة تانية. لكن هقول لحضرتك خليك تتخيل كده المرشح بتاعنا ده شكله ايه ولا هو يعني بيشتغل ازاي. لكن من ضمن المميزات كمان يا جماعه ان السريان هنا سريان الميه بيكون سريان من اسفل الى اعلى، يعني بياخد بعض مميزات الترشيح من اسفل الى اعلى اللي هو القدره على ازاله العكرات الكبيره، العمل فتره طويله بدون ما يتسد. الكلام ده بياخد الحاجه دي من لان السريان من اسفل الى اعلى. كويس بتظهر فكره على طول لما بيجي سيره المرشحات دي يقول لك انها ممكن تشتغل من غير مروات من غير احواض ترسيب قبليه. هو عموما اي ترشيح يا جماعه الجرانيول ميديا بيحتاج قبليه على طول اللي هو الكواجولانت اكيد. لكن بقى النظام يعني النظام قبليه ايه بقى، يعني في ترويب في تنديف؟ في ترويب اكيد طبعا، لكن في تنديف ولا ما فيش؟ طب في احواض ترسيب او ترويق يعني مروقات ولا لا؟ الكلام ده يا جماعه بيتوقف بصوره كبيره جدا على جوده المياه الخام شكلها ايه من حيث العدد الطحلبي وبرضه من حيث العكرات الوارده للمحطه. طيب شوف يا جماعة الفيديو ده يا جماعة بيوريك شكل المرشح. مرشح يا جماعة بتاعنا قطره حوالي 2 متر ونص، ارتفاع الوسط الترشيحي فيه 2 متر، المية الخام
بتخش من على الجنب زي كده وتنزل تتوزع، تملى المرشح من أسفل إلى أعلى. يبقى المية يا جماعة بتعدي في وسط ترشيحي ارتفاعه 2 متر من أسفل إلى أعلى، وفي الآخر المية لما ترتفع بتخرج من خلالها الدار للخزان. طبعا زي ما شايفين الهدار مرتفع شوية، لكن في حاجة تانية في المرشح ده، إن القاع بتاعه على شكل قمع، وفي سريان من الهواء بيخش في ماسورة داخل في وسط أو في مركز المرشح بتاعنا. الهواء ده لما بيدخل في الماسورة دي فبيعمل على تغيير الكثافة، وبالتالي يبتدي يسحب معاه كثافة المية الموجودة في المكان ده بيبقى قليلة جدا، ويبتدي يسحب معاه الرمل أثناء صعوده. الرمل بيخش حاجة اسمها الساند وشر اللي حضراتكم شايفينها دي. الساند وشر لما بيمر فيها الرمل ما بتقدرش انها تمشيه يعني، فبيسقط تاني من خلال ساند وشر الجزء الأعلى، بينما المية اللي هي اللي سحبتها الرمل ده اتسحب بكل الشوائب اللي اتحجزت، فبيطلع على أعلى الهدار بتاع خروج مية الغسيل. يعني الفيديو ده يا جماعة يقول لك إن في حركتين للمية. الحركة الأولانية للمية، المية بتخش من أسفل للأعلى وتعدي من خلال الرمل، بينما الرمل كمان بيتحرك بيلف بيدور عشان يتحرك من بيتحرك الجزء الرمل الأسفل اللي هو خد كل الشوائب بيتحرك بيرتفع ويدور يخش الساند وشر أو المكان اللي بيغسل فيه الرمل، ويسقط تاني على أعلى الوسط الترشيحي بتاعنا. طيب بص يا جماعة، خلينا نقول بالظبط الموضوع ازاي. زي ما شايفين كده حضراتكم يا جماعة، الوسط الفلتر اللي هو الديناميك فلتر بيكون شكله عبارة عن ايه؟ عبارة عن اسطوانة من اسفل عاملة زي الكون كده. الاسطوانة دي بتكون قطرها 2.5 متر، مساحة المرشح حوالي 5 متر. ثابت الكلام ده يا جماعة لكل المرشحات لكل التصميمات. داخل المرشح المركز بتاعه بيكون في ماسورة بتنزل منها المياه الخام اللي داخله، او المياه المروبه لو كانت دايركت فلتريشن، او المياه المروقه لو كانت النظام كونفنشنال تريتمنت. بياخد الميه الخام وتنزل من خلال المواسير دي، تتوزع من خلال الموزعات اللي هي على شكل شمس تحت دي، الاشعه دي تتوزع الميه الخام داخل الرمل. الرمل يا جماعه ده كله المفروض نظيف، لما يعدي عليه الميه الخام يبتدي يحجز الشوائب وتبتدي المية تطلع نظيفة تدريجيا لغاية ما تخرج من الرمل، وتبقى المية نظيفة من أعلى وتخرج بعد كده على الخزان من زي ما حضراتكم شايفين السهم الأزرق اللي فوق ده. طيب ده كده طبيعي إن الرمل كده هيزداد في كميات الشوائب. طيب لكن خدوا بالكم إن في ماسورة داخلية بتمر من أعلى لغاية أسفل الماسورة المركزية دي، تضخ هواء داخل الماسورة اللي في المنتصف. لما تضخ الهواء داخل الماسورة دي يا جماعة، اللي بيحصل إن المية اللي جوه الماسورة دي بكثافة بتاعة المية اللي فيها بتقل لأن مختلطة بالهواء، فبالتالي تبتدي المية ترتفع لأعلى وتسحب معاها رمل من قاع الإيه المرشح بتاعنا. قاع المرشح بتاعنا يا جماعة هو المكان، أكتر مكان فيه شوائب تم حجزها، فتخرج الماء الرمل بالشوائب اللي معاها للأعلى وتمر من خلال الساند وشر ده عشان تخرج المية من خلال الدار منخفض تطلع منه ل مكان الإيه معالجة المعالجة أو التخلص من المية اللي هي ميه الغسيل او اللي اتغسل منها اللي اتغسل بيها الرمل. يبقى تاخدوا بالكم يا جماعه الكلام ده شغال على طول. معنى كده معنى شغال على طول يعني ايه؟ يعني الرمل ده بيلف على طول والميه الخام داخله على طول. الميه بتلف على طول ليه؟ لانها بتتغسل على طول، هو كونتينوس باكوشن.
والميه الخام داخله على طول لانها بتعمل ترشيح على طول، فهو كونتينوس فلتريشن الاثنين مع بعض. اول سؤال بيخطر علينا، انا دلوقتي الميه الخام المفروض الميه الخام ليه ما بتختلطش؟ الميه الخام العكره بتطلع نظيفه، لكن في نفس الوقت في ميه غسيل في نفس الوقت داخل المرشح، ليه ما بتختلطش ميه الغسيل مع الميه الرايقه او الميه المرشحه الخارجه من المرشح؟ طيب خلينا في الاول نقول الماسوره اللي في وسط المرشح ده بتعمل بنظام اللي هو الاير ليفت بامب، عباره عن ايه؟ عباره عن خرطوم رفيع الازرق دوه على الصوره على الشمال، بيبقى نازل واصل لاسوره كده، والاسوره دي بتضخ الهواء عشان تعمل من خلال اخرام دقيقه عشان تعمل ميه، يعني خليط مخلوط ميه وهواء كثافته اقل، يفيد يسحب الرمل والشوائب من القاع بتاع الكون او القمع اللي هو في اخر المرشح بتاعنا. الفكره دي يا جماعه ان هو بيستفيد من فرق الكثافات عشان يحرك الرمل والشوائب اللي في قاع المرشح لتصعد الى اعلى المرشح تمام. طيب واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب الميه لما بتخرج، الميه اللي دخل لما تخرج دي بتطلع لغايه اعلى خالص المرشح، فتلاقي في حاجه اللي هي اسمها سندوشر. سندوشر دي يا جماعه الميه بتخرج فيها بسرعه ومعاها طبعا جزء من الهواء، فبتدي طبعا تطلع في سريان مش منتظم كده. الرمل لان كثافته اعلى من الميه يبتدي يسقط داخل الانبوبه دي اللي هي الساند وشر، يصطدم بالزعانف يمين وشمال، تبتدي الزعانف دي تعمل سكاورنج واحتكاك للرمل، تخرج الرمل يسقط والميه الخام الميه العكره اللي هي ميه الغسيل اللي بيغسل فيها الرمل اللي هي شديده العكاره بتنفصل عن الرمل، والرمل يسقط اعلى الوسط الترشيحي تاني. بص يا جماعه الفكره دايما نقوله ايه؟ ليه ما بيختلطوش؟ يعني ليه الرمل الميه الرايقه اللي متقدمه حضراتكم شايفينها هنا دي اللي هي بتصعد الى اعلى وتخرج من الهدار العالي ده للخزان، ليه ما بتختلطش بالميه اللي داخل الساندوشر؟ بص يا جماعه الساندوشر بيخرج هدار منخفض، منسوب منخفض عن الهدار اللي فوق، فبالتالي ضغط الميه المرشحه اعلى من ضغط بتاع الميه اللي هي ميه الغسيل العكره شديده العكار، فبالتالي مش ممكن الميه اللي هي شديده العكاره دي تخرج من السندوشر وتختلط بالميه النظيفه، مش ممكن لان في فرق ضغوط، فبالتالي دايما الميه الرايقه دي هي اللي ضغط على ايه؟ على الميه العكره الموجوده في السندوشر. لكن ده ما يمنعش ان الرمل بيسقط ويعمل لنا الشكل اللي هو الكون المقلوب ده على سطح الوسط الترشيحي. يبقى بنقول ان احنا عندنا فرق من يعني الشغل كله داخل المرشح شغل هيدروليكي وشغل فرق كثافات، يعني احنا بنضغط هواء عشان يعمل فرق كثافات داخل الاير ليفت بايب عشان يحرك الرمل من المرشح داخل الاير ليفت بايب دي او الماسوره، وتصعد الرمل والمياه الى اعلى. واخدين بالكم الحركه هنا بفعل دخول الهواء او بفعل سريان الهواء. طيب انا دلوقتي ده بيعمل ايه؟ بيخلي الرمل انسحب من تحت تطلع لفوق، وبالتالي بتحل محلها، رمل بيبقى فوق يحل محلها يسقط ويحل محلها تاني. واخدين بالكم؟ ده معنى ايه بقى يا جماعه؟ معناه ان الرمل بيلف بيدور، اللي فوق بيبتدي ينزل تحت واللي تحت بيتسحب ويرفع لفوق وينزل لفوق تاني وهكذا، فبالتالي الرمل بيدور. طب دوران الرمل ده بيعمل ايه يا جماعه؟ ده بيخلي ان الرمل دايما بيتغسل، وفي نفس الوقت الميه الخام داخله بتعدي وسط في خلال 2 متر من الوسط الترشيحي، تعدي من اسفل الى اعلى، وده معناه ان هو بيحصل ترشيح بجوده عاليه دائما. هنا السؤال اللي بيصمم بقى بيقول لك المفروض الدوران الرمل ده بيكون معدله قد ايه
لان احنا ممكن نتخيل ان الدوران ده هنفترض ان كميه الهواء اللي داخله للاير ليفت بايب دي قليله، فبالتالي معدل سحب الرمل من تحت قليل، فبالتالي ممكن جدا الرمل من كتر الشوائب والعكارات اللي داخلاله في المايه الخام يكلكع يمسك في بعضه، ساعتها ممكن ما يلف، او الرمل زي ما بيحصل كده في المشحات الرمليه بتاعتنا انه بيحصل فيه كورتين ما تمسك في بعضها. لكن المصمم بيدي لك معدل دوران للرمل بحيث يحافظ على دايما ان الرمل على طول بيدور، ادي اول حاجه. وكمان بيدي لك معدل سريان، معدل ترشيح كميه المايه اللي داخله المرشح بحيث تخرج من المرشح طبقا لنظام المعالجه، يعني المرشح ده قبليه مروقات ولا المايه خام خلاله مباشره. يعني زي ما انتم شايفين كده الموضوع مرتبط بالتصميم، ومين اللي بيصمم يا جماعه؟ الشركه الاجنبيه اللي بتدينا الحاجه دي، سواء كانت بقى نورديك ووتر ولا باكس ولا ايا كان الشركات الثانيه اللي بتنتج اللي ايه المرشحات دي، فهي كل شركه تقول لك بيشتغل الاول الشركه هي بتعمل تصميم، فبالتالي هي بتدي لك الايه الشروط بتاعه التشغيل، فيقول لك المفروض سريان الهواء بيكون معدله كذا، وسرعه دوران الرمل بيبقى كذا، ومعدل الترشيح بيبقى كذا. لما بتقول لها ان الميه الخام اللي داخله صفاتها كذا والمساحه المتاحه كذا، يعني الموضوع يا جماعه له صله بالتصميم، احنا مالناش فيه. يعني مش زي مرشحاتنا الرمليه البطيئه، مش حرام فيه، احنا اللي بنصممه، عندنا الحدود بتاعتنا وبنصممه، بنقول مثلا واحنا اللي بنصنعه، واحنا اللي بنصمم، واحنا اللي بنشغله. يعني احنا بنعمل القاع بتاع المرشح، واحنا نختار الثواني، واحنا نختار اللي ايه الارتفاع الوسط الترشيحي، واحنا اللي بنختار الرمل او ايه الجرانولار افكتيف سايز، واخدين بالكم؟ يبقى احنا الموضوع هنا مختلف شويه. الاختلاف ده، طيب الاختلاف ده ايه مميزاته وايه عيوبه؟ يعني هنتكلم عن الموضوع ده اكيد خلال الايه الويبنار. احنا بنقول يا جماعه ان ده صوره الرمل هو بيسقط من فوق من الساندوشر على سطح الايه على سطح الرمل. زي ما انتم شايفين يا جماعه المفروض الرمل اللي فوق ده بيبقى نظيف جدا لانه لسه مغسول، واخدين بالكم؟ بينما الرمل في قاع المرشح بيبقى فيه الشوائب، وعشان كده هو بيدور بيصعد ويتغسل في ساندوشر تاني. المحطات دي يا جماعه اول ما جت لنا مصر كان شركه تعرض المنتج ده، وكانوا اسمه استراسان، وكان بتقول ان هي دايركت فلتريشن، يعني المي النظام زي ما حضرتك شايفينه كده بياخد من ميه خام، وبعد ميه خام تخش على مصافي، والمصافي بعديها بمبات ترفع الميه داخل الايه المرشح. المرشح هنا يا جماعه الميه بتخش له من فوق زي كل المرشحات، ماشي؟ الميه بتخش له من فوق، لكن بتتم توزيعها وتدخل على الرمل من اسفل الى اعلى، ولما هي تدخل من اسفل الى اعلى فبالتالي خروج الميه بيبقى من اعلى. يبقى الميه انت المفروض انها بتتصب او بتدخل للمرشح من اعلى من الماسوره اللي بتاعت التوزيع دي من فوق، لكن ما بتلمسش الرمل غير لما تبتدي تخش من اسفل الى اعلى، كويس؟ طيب وخروجها برضو من اعلى. طيب ده مهم جدا، هنتكلم عن النقطه دي. طيب انا بقول طبعا الواحد على طول يقول لك ايه، طب ده كده بيتغسل على طول، يعني سيبك انه بيرشح على طول، لكن في نفس الوقت بيتغسل على طول. معنى ايه انه بيتغسل على طول يا جماعه؟ معناه ان كميه مياه الغسيل كبيره جدا. طب وبعدين الفائد هيبقى قد ايه؟ طب وكواليتي بتاعت الميه اخبارها ايه؟ بص يا جماعه، مبدئيا المرشحات دي بتاخد عكارات عاليه جدا، بتتحمل عكارات عاليه جدا، وميزتها انها ما بتخرجش بره الخدمه، فهي بتتغسل على طول. يعني احنا عندنا لما يكون عندنا في المرشحات مثلا بيجي لها عكارات عاليه، فبتضطر انها معدل الغسيل بتاعها بيزيد،
كل شوية انت هتطلعه من الخدمة ويخرج وتزود الأحمال على المرشحات التانية وهكذا. المرشح ده لا، المرشح ده داخل خدمة على طول، انت كل الحكاية هتزود معدل سرعة تدوير الرام، يعني تغسل الرام أسرع شوية، بس ادي كل قصة، واخدين بالكم؟ فدي ميزة برضه. لكن خلينا أقول إن كمية الفائد أكيد كبيرة جدا، لأن هو بيتغسل طول الوقت طول اليوم 24 ساعة بيتغسل. طيب وبعدين، دايما دايما الشركات اللي زي كده اللي بتديك التصميم على حاجه، على التنظيم التصميم ده، فانت بتقول لك بعد كده الميه دي تخش على حوض لاميلا عشان تفصل الشوائب عن الميه، والميه لما بتخش في المنظومه دي تخرج عكراتها خفيفه جدا قليله جدا، بتخلص من معظم العكرات لانها ميه عاليه، عكراتها عاليه داخله على اللاميلا، فبيكون سهل جدا الترسيب، تخرج المية الرايقة بتاعتها يرجعها تاني، المية الرايقة بتاعتها دي ترجع تاني لمدخل المحطة. يعني ليه بيعمل كده؟ بص يا جماعة، انت لو عملت ماس بالانس للمنظومة دي، يعني عملت مربع كده وقلت ايه اللي داخل وايه اللي خارج، هيقول لك ان اللي داخل هو المية الخام، ماشي؟ الخارج المية اللي رايحة على الخزان والسلدج، لكن ميه الغسيل معظمها بيرجع تاني على مدخل المحطه، فتلاقي نسبه الفائد قلت جدا. واخدين بالكم؟ هي دي الفكره، ان هو ليه بيعمل بعديها منظومه معالجه باللاميلا عشان يفصل الشوائب، عشان يقلل لك نسبه الفائد اللي انت هتلاقيها كبيره جدا لو ما كانش في المنظومه دي موجوده. المنظومه دي يا جماعه موجوده في اماكن كتيره، زي ما شايفين التصميم الاول خالص كان بيشتغل المرشح بيكون جسمه من الستانلس، كل مرشح واقف لوحده ستاند الون كده، كل مرشح المحطه فيها ثلاث اربع مرشحات خمس مرشحات، كل مرشح بجسم ستانلس. لما اتعرض يا جماعه الكلام ده على شركه البحيره من حوالي سنه 2005 عشان يعملوا محطه زي كده ويجي لهم محطه زي كده من احد الشركات، اللي حصل ان احنا فوجئنا بان طبعا الجسم نفسه الستانلس ده بيجي من بره مستورد، والجسم الجزء الداخلي ومنظومه التحكم في الهواء معايا، ويعني المرشح كله بيجي من بره، فبالتالي تكلفته كانت غاليه جدا، مكون كله مكون اجنبي، واخدين بالكم؟ فبالتالي الموضوع صعب، ايه ده؟ كل ده هيجي من بره، تكلفته بالدولار طبعا سعره كان كبير جدا، رغم ان سعر الدولار مش زي دلوقتي يعني كان اياميها، لكن كانت من ضمن النقاط اللي احنا واقفين وقفت لنا، يعني التكلفه العاليه جدا للمرشح المعمول من الستانلس. المرشحات دي يا جماعه خلينا نقول ان ده مش بس، يعني المرشحات الديناميكيه مش بس ما بتستخدم في معالجه مياه الشرب، انا بتكلم عن مياه الشرب، يعني الويبينار ده بيتكلم على المنظومه دي في مياه الشرب، لكن خلينا فاهمين انها بتستخدم في الصرف الصحي، وبتستخدم في كمان معالجه المياه الجوفيه، في معالجه العصر سوفتنينج وكده، فليها استخدامات كثيره جدا. هي يا جماعه في الاخر عمليه ترشيح، واخدين بالكم؟ ومرشح كفاءته عاليه، بس ادي كل القصه. لكن هو ممكن يستخدم في صرف صحي كمعالجه ثلاثيه، واخدين بالكم؟ عادي جدا ممكن يستخدم، او احيانا بيستخدم في ازاله النترات، يعني على اساس ان هو بيربي داخل على الرمل البيولوجيكال تريتمنت، واخدين بالكم؟ يعني برضو ليها استخدامات ثانيه، لكن خلينا اقول ان احنا النهارده جايين نتكلم بس عن استخدام الكونتينوس فلتريشن او دايناميك فلترز في المياه الشرب. طيب يا جماعه بعد اذنكم، انا شايف لو يعني تسمحوا لي ممكن ناخده مثلا يعني 5 دقائق 10 دقائق قبل ما نبتدي نكمل بقيه الويبينار. لو حضراتكم ليكم اي تساؤلات انتظرها على الشات، وابقى شاكر ليكم جدا. 10 دقايق من دلوقتي إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الويبينار بتاعنا.
باشمهندسة منى، مع حضرتك يا باشمهندس. يعني اتفضلوا اي 10 دقايق، سؤال. 10 دقايق لو في الأسئلة، أي، حد هيسأل اي سؤال. تمام. الباشمهندسة إيمان بتقول، بتسأل على المعدل الطبيعي لنسبة الفائض داخل النوع من المشروعات، تمام. ومعانا كمان الدكتور مصطفى بيسأل على الترشيح المستمر. الترشيح المستمر يحتاج إلى أحواض تجميع روبة، يعني ايه؟ انا معلش انا مش فاهم السؤال ده دكتور مصطفى. دكتور احمد بيقول، اذا كانت مية الغسيل بترجع، إذا كانت مية الغسيل ترجع، يعني واحدة بس، أنا بيتهيألي مش لاقي اللي إيه، الجزء اللي أنا كنت بنقرا فيه دلوقتي. يا جماعة مش عارف، معلش أنا مش إيه، ما شاء الله يعني أسئلة كتير. واضح إن الموضوع يعني كان تمام.
في واحد بيسأل على رابط القناة على الويب. في ناس بتسأل بتقول يعني هل الواحد يكتب هنا المسج عشان يسجل حضور؟ هو حضرتك لما بتدخل تكتب بس اسمك انت داخل باسمك، فالمفروض اسم بس ثلاثي عشان يتعمل شهادة حضور بس. يعني هنا مثلا سؤال بيقول لك لو سمحت يا هندسة، لو فيه نوتة حسابية لطريقة تدوير مياه الغسيل. ما احنا هنتكلم يا جماعة دلوقتي، يعني لما نيجي نتكلم دلوقتي على التصميمات، طريقة التشغيل، هيقول لك طريقة تصميم طريقة تدوير الغسيل هتبقى ازاي. التصميم يا جماعة لا، ما اقولش ما فيش حاجة، لأن دي ليها صلة، أو النو هاو دي بتاعت الشركة الإيه المنتجة للنوع ده من المرشحات. إذا كان مية الغسيل بترجع للمدخل، هل كده لا يغير لا يعتبر هناك فائد؟ بص، هو هيكون فائد بس فائد قليل جدا. هقول لك قد إيه دلوقتي. ماشي. هنا بيسأل بقى ترجع للمدخل بالنسبة لمحطة الصرف، يعني انا بتكلم عن مياه الشرب، لكن هل هي بترجع للمدخل؟ هي فعلا بترجع للمدخل. او ممكن، انا بصراحه ما عنديش فكره عن النظام ده في صرف صحي بيكون ازاي. بيقول هل ما زالت مكونات المحطه بتستورد من الخارج ولا في تصميم حل؟ ما هو ده اللي هنتكلم عليه، ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي يا جماعه. السلام عليكم يا باشمهندس محمد، عاوز أسأل عن كمية الهواء. هنقولها اللازمة المرشح الواحد، هنقولها يا جماعة دلوقتي، أو الحفاظ أو الضغط كمان. طيب ماشي، هقول لك أنا الكلام عن الضغط عند الكابينة بيكون لا يقل عن كم بار. تمام ماشي يا جماعة. بقول لك واحد طب ماشي، واحد يسأل عن رابط القناة. تمام. دكتور مؤمن بيحط الرابط بتاع القناة، جزاك الله كل خير يا دكتور. كيفية حساب كمية الرمال الفاقدة لمياه الغاء أثناء الغسيل؟ لا بص يا جماعة، الفقد في الرمل في المحطات دي بيبقى حاجة قليلة جدا، يعني المرشح الواحد اللي هو بيكون فيه 2 متر رمل بقطر في مساحة سطح 5 متر، بيكون مثلا خلال حاجة صغيرة جدا، يعني حوالي مثلا شكارة 25 كيلو مثلا ولا حاجة، هي دي خلال السنة يعني. كيفية حساب كيفية الرمل الفاضي؟ لا ما بتحسبش، لكن انت عندك منسوب الرمل المفروض بتعرفه أثناء الإنشاء، ومفروض إن في صيانات دورية هنتكلم عليها دلوقتي. ماشي. بنقول يا جماعة أحواض جمع مياه الغسيل بديلا عن لاميلا تعطي نفس الكفاءة. أحواض تجميع مياه الغسيل يا جماعة، أنا المقصود إن إحنا بنعالج مياه الغسيل، يعني بنعالجها. يعني إيه بنعالجها؟ يعني إحنا بنتخلص من معظم الشوائب اللي فيها، ونخرج وتخرج المية باعتبارات قليلة. هنشوف دلوقتي النموذج ده.
لكن هو اللاميلا الميزه ليه؟ لان دي ميه الغسيل للمرشحات بتكون عكارتها عاليه يا جماعه، فبتحتاج دايما ايه نظام يتحمل العكارات عاليه زي اللاميلا كده. هل ممكن افتح السبيكر او اوضح للدكتور مقصود السؤال؟ مش عارف باشمهندس منى، كيميائي محمد كان بعت سؤال بيقول ممكن افتح السبيكر اوضح الدكتور مقصود السؤال. ايوه يا باشمهندس، لا مش هينفع للاسف. ممكن يكتب السؤال في الشات عشان بس ناخد الاصوات. تمام. طيب بيقول ايه، عايز اسال عن حلول مشكله الفاين سكرين او مشكله تقطع على طول. طيب هو ماشي، هنتكلم عن الموضوع ده طبعا دلوقتي. طيب بنقول تكلفة معالجة المتر المكعب في حدود كام؟ تمام. طيب هو بص يا جماعة، لما نيجي نتكلم على التكلفة بنحط فيها ايه؟ هل هنحط تكلفة الإنشاء ولا المساحة؟ يعني حتة التكلفة دي يا جماعة ليها نقط كتير جدا. يعني مثلا الكيماويات المستخدمة، واخدين بالكم؟ هي بتستخدم الشبه زي المحطات التانية، واخدين بالكم كده؟ لكن احنا بنتكلم على التشغيل مثلا، العمالة لا بتحتاج عمالة أقل جدا، أنت مش محتاج مراقبة ليها، فاهم؟ هي شغالة لوحدها، هي الرمل بيلف لوحده، خدت بالك؟ فبالتالي ما أنتش عايز ناس عمالة زي اللي عندك مثلا وردي، وكل وردية تابع المرشح وتغسله وتطلعه بغسيل وكلام من ده، وما عندكش اللي بيسموها ايه الترابيزات والصيانات بتاعتها، وما عندكش الطرمبات الغسيل وبلاور الغسيل والصيانات بتاعته، واخدين بالك؟ فهي بتفرق في كده. توجد رائحة في فلاتر وحدة الـ RO، إيه السبب والمعالجة؟ معلش يا جماعة، إحنا مش هنتكلم على الـ RO، أنا ما اشتغلتش RO بصراحة. طيب عاوز أسأل عن حل مشكلة كومبريسور الكبير ذات كمية الهواء الكبيرة، قالوا يعني مشكلة لأن مشاكل صيانته صعبة. تمام، حلو، كويس، النقطة دي مهمة جدا. بص يا جماعة، لما نيجي نتكلم على المحطة وتشغيلها، هنتكلم فيه نقط مهمة جدا، يا ريت الإجابات بعد صلاة العشاء جبنا جاوبنا فعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على وجود مراعي في العلوم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة والابتكار، رفع الله العلم. أتواصل مع مهندس لأني معلم مهتم بمناهج مدرسة المياه. طب يا جماعة عموما في نهاية إن شاء الله الويبينار هيكون في هنحط ال هنقول على الـ على الـ الواتس، رقم الواتس ممكن تتواصل من خلاله.
برضو الكلام برضو عن الصرف الصحي. الصرف الصحي على الدرين ومنها المكتب. ده إجابة. هل يوجد تفاصيل عن نوع المعاد المستخدمة للتصميم؟ هنتكلم شوية دلوقتي عن الموضوع ده. حلو. السؤال ده بيقولك ايه مواصفات الرمل من حيث الاقطار والارتفاع ومعامل التجانس. هو بص يا جماعه، هو مرشح رملي سريع، فبالتالي معامل التجانس او الانفيرم كوفيشنت هو برضو زي اللي هو 1.30% ل1.5. وبالنسبه لمواصفه الرمل من حيث الاقطار، هو عارف بيبقى رمل خشن، مش 9/10، يعني يكون مثلا حوالي 1 مللي او 1.2 مللي. الارتفاع بتاع وسط الشريحة بيكون 2 متر. بس طبعا لما بتكلم كده انا بقول حسب التصميم ده بتبعته الشركة المصممة، لكن عموما في محطات المياه عندنا هي عادة هي نفس المواصفات دي. نفس المواصفات دي. طيب في حد يسأل عن محاضرة الدكتورة خديجة الأسبوع اللي فات؟ طبعا دي اسيب الاجابه بقى للدكتوره منى. المحاضرة على قناة يوتيوب يا باشمهندس، لا هبعتله لا اللينك. لا، هو بيسال على الشهاده، بيقول لك ايه محاضر الدكتوره خلوه الاسبوع الفاضي لم تستني انزل شهاده على الحضور. لا كده، فحضرتك ببص على الشات تحت تاكيد الايه شات الحضور عامة، بتتبعت على تليجرام، هتواصل على معاه. تليجرام. تمام. السلام عليكم، ممكن اعرف ايه هي النملة؟ اللاملة باشمهندس مصطفى، ده اللاملة دي اللي هي الواح ترسيب المايلة. الواح ترسيب تركب في احواض الترسيب عشان تحسن من اداء الحوض، وبتزود المساحة السطحية وتقلل معدل التحميل السطحي. يعني هل يمكن ربط المنظومة مع برنامج مثل سكادا؟ طبعا. الهندسة يعني مثلا تكلفة معالجة المحطة الثلاثية في حدود 25,000 جنيه للمتر مكعب مياه، وهنا أقصد تكلفة الإنشاء. طيب هو تكلفة المتر المكعب محطة تنقية المياه تراديشنال في حدود 15,000. طيب وما هي مواصفات المياه النتيجة النتيجة كيميائيا عن الترشيح المتوسط؟ لا هي بتبقى مطابقة ل هي بتبقى مطابقة لمياه الكود المصري أو لمواصفة وزارة الصحة كمياه شرب. يعني إمتى آخر قرار تغيير الإيه؟ الشحنة. يعني ايه تغيير الشحنة؟ انا مش فاهمها دي. تمام. ويك يا جماعة، انا يعني زي اللي بتكون في الحاويات اللي في محطة الكومباكت. احنا قصده على الرمل. الرمل ما بيتغيرش، الرمل ما بيتغيرش يا باشمهندس في المرشح ده، ما بيتغيرش لان بيتغسل على طول، فبالتالي انت بتغيره في الكومباكت لما بتلاقيه بعد كده فسد وانتشر فيه كرات الطين وكده او اتخرط، لكن ده لا، ده وسط ترشيحي واحد ودايما بيتغسل، فبالتالي ما بيتغيرش، ما غيرش الشحنه او ما غيرش الرمل يعني. وفي اسئله يا ريت يا جماعه من خلال التليجرام الناس تبعت، اللي بتسال على الشهادات بتاعتها تخش على
التليجرام، على التليجرام، وتكتب على الشهادات اللي ناقصة، اللي ما ايه اللي ما مش موجودة يعني. في سؤال بيقول لك هل الرمل نظام طبقات مختلفة، مختلفة الأبعاد، أم قياس واحد؟ لا، كله قياس واحد، في الرمل ده قياس واحد. طب يا جماعة، ممكن بقى نكمل اللي إيه اللي لو سمحتم ليا نكمل الإيه الويبينار بتاعنا. ماشي يا جماعة، احنا كنا بنتكلم على التصميمات المختلفة. بص يا جماعة، خلينا فاهمين السؤال اللي كان دايما بيجي لنا، بيقول ايه هو دايما، هل لا زالت هي بتتعمل كلها مستوردة من الخارج؟ لا يا جماعة، الكلام بقى مبقاش كده. بص يا جماعة، ستاند الون ده، او المرشح الستانلس ده، ده كان شكل للمحطات الصغيره، لكن لما لقينا ان في محطات هتتعمل فيها 100 مرشح و150 مرشح، ها، فبالتالي بقى يتعمل النظام اللي هو بيسموه الكونكريت موديول، خرسانه. الجسم الخارجي كله بيتعمل خرسانه، بيتجمع فيه اكتر من مرشح، زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا مثلا في كام، 1 2 3 4 مرشحات داخل حوض خرسانه واحد، زي ما حضراتكم شايفين كده، او بالمنظر ده. شايفين يا جماعة، 4 مرشحات داخل أوضة، غرفة واحدة، مرشح واحد، يعني غرفة واحدة فيها 4 مرشحات. المرشحات دي بتشتغل بنفس النظام، ولكن هم مقسمين بقى يا جماعة، جايبين ماسورة العكرة اللي هي في المنتصف عندنا دي، بتخش وتوزع يمين وشمال للإيه، للموزعات الموجودة في ال4 مرشحات أو ال3 مرشحات اللي قدامنا دول، واخدين بالكم ازاي؟ فطيب التصميم ده يا جماعه وفر الستانلس الخارجي ده كويس، وقلل من حجم المتاح او المساحه المتاحه، انك انت بدل ما تحط المرشحات دي جنب بعضها، لا، انت بتحط الخرسانه، بتعمل مبنى الخرسانه وتحط فيه الاربع ايه اللي هي الجسم الداخلي، الجزء الداخلي اللي هو اللفت بايب والموزعات بس، واخدين بالكم؟ يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتجيب ماسوره في عكره، ماسوره العكره دي بتوزع على المواسير الرأسيه اللي بتنزل على الموزعات، وفي نفس الوقت الايرلفت بايب الداخلي موجوده جواها. يبقى انت ده اللي بيجي من بره يا جماعه، ده الحاجه دي تيجي مستورده من بره. لكن انت بتعمل خرسانه عندك، بتعمل الجزء اللي هو القمع ده، في منه بتعمل، الناس بتتكلم على الماتيريالز، في بعضه بتعمل جي ار بي، باركسون، شركه باركسون بتعمله جي ار بي، نورديك ووتر بتعمله المونيوم او ستانلس، واخدين بالكم؟ تكلفه المحطه ساعتها بتختلف حسب الخامه اللي انت بتعملها، حسب الشركه اللي بتورد منين، وفي نفس الوقت الخامه اللي بتستخدمها زي ايه. هوريكم دلوقتي، شوفوا يا جماعه الموضوع مختلف ومش سهل يعني زي ما شايفين. مثلا ده تصميم شركه باركسون. شركه باركسون يا جماعه عامله اللي بتعمل مثلا 3 أو 4 أو 5 أو 6 مرشحات صف واحد، يبقى الأوضة رفيعة كده، عرضها 2.5 متر، كل مرشح له مساحته 5 متر، واخدين بالكم؟ والمرشحات جنب بعض زي ما شايفين كده، بحيث إن كل مرشح راس الثاني. لكن التصميم ده بالذات بتاع شركة باكسون، عاملين، واخدين بالكم يا جماعة، إن في مواسير تجمع بين قاع المرشحات مع بعض، ده مواسير للدرين، وفي نفس الوقت بتكون متوصله بضغط ميه لو حصل انسداد او للرمل في المرشح.
داخل الكون الاخير ده، واخدين بالكم؟ لكن مش كل الشركات بتعمل التصميم ده. بص يا جماعه، المرشح في حاله الكونكريت موديل بيبقى بالمنظر ده، بيبقى الميه الخام داخلاله من خلال الماسوره اللي هي فوق دي، بتوزع يمين وشمال على اهو زي ما شايفين كده، يعني المجرى اللي هو البلكونه اللي على اليمين دي بتوزع الميه الخام اللي بتنزل الميه للموزعات، الماسوره اللي في النص دي، وتبتدي الميه الخام بتملى المرشح من اسفل الى اعلى. كده احنا ما شفناش في اي ستانلس زي ما كان النظام الثاني موجود. الميه بتعدي خلال، خد بالكم، الميه بتعدي خلال وسط ترشيحي ارتفاعه 2 متر. فطبعا الميه بتطلع رايقه وتخرج بعد كده من خلال الهدار اللي على الشمال دوت تروح. انا عايز اقول لكم، شوف منسوب الميه في المجرى بتاع الدخول ومنسوب الميه في المجرى بتاع الخروج قد ايه؟ فرق بينهم بسيط، فقد في الضغط بسيط، هقول لكم يعني ايه. بس المهم ان المرشح عندنا من اسفل هو محطوط في الخرسانه، لكن الجسم اللي ملامس الرمل من الجي ار بي او من الالومنيوم زي ما هتشوفوا، او من الستانلس، يبقى حسب طبعا كل اختلاف الماده بيعمل اختلاف في التكلفه طبعا بتاعت الانشاء. كويس، احنا بنقول يا جماعه ان نفس الفكره كمان بقى، الهواء بيكون جاي مخرطوم هواء ونازل من اعلى لاسفل للماسوره بتاعت اللي هو الليفت باير، هنتكلم عليها دلوقتي. بص يا جماعه، دلوقتي في الحاله دي اهو، ادي خرطوم الهواء ده الرفيع جدا ده، في كميه هواء قليله جدا. كميه الهواء دي يا جماعه حوالي 1.1 لتر في الثانيه، حاجه قليله جدا، بتوصل تحت لغايه ما تخش في الاير ليفت بايب دي. لما بتخش في الاير ليفت بايب دي يا جماعه، بتدخل كميه الهواء، كميه الهواء دي بتعمل كثافه الميه اللي في الماسوره دي تبقى قليله جدا، تسحب، تخلي الرمل يتسحب ويدخل داخل الاير ليفت بايب، ترتفع فوق. خد بالك ان الميه نفسها ماشيه من اسفل للاعلى، والرمل كمان بيتحرك من اسفل للاعلى، يطلع لغايه ما يوصل للساند ووشر اللي هو غسيل الرمل هنا. الميه طالعه بالشوائب اللي حواليها، بتخرج بفوران كده داخل الساند ووشر. لما بتيجي تخرج، الميه بتعدي من خلال الهدار، تروح على الماسوره بتاعت الصرف اللي حضراتكم شايفينها دي، اللي هي منسوبها اقل طبعا من منسوب خروج الميه الرايقه، الهدار اللي على الشمال. و نفس الفكرة ونفس طريقة الايه التشغيل يا جماعة اللي احنا بنتكلم عنه. لكن هنا احنا قلنا ايه، جزء كبير دلوقتي من المرشح ما بقاش يتعمل، ما بقاش يستورد اللي هو الجسم الخارجي، تمام؟ وبالتالي بقى جزء المكون اللي هو الخرسانة، الجزء المدني اللي اتعمل دوت، تصميماته بتيجي من بره صحيح، لكن تصميماته بتيجي من بره صحيح يا جماعة، لكن لا يزال برضو المكون بتاعه، المنشأ بتاعه نفسه، بنقول عليه ان هو يعني محلي. طيب بص يا جماعه بقى، ادي الجزء لما المرشح لما جه يتعمل في محطه من المحطات عندنا، عندنا الكون التحتاني اهو معمول من الالومنيوم زي ما حضراتكم شايفين، متجمع 6 مرشحات مع بعض. ده تصميم شركه ثانيه غير باركسون، شركه نورد كوتر، بتعمل 6 مرشحات في غرفه، وممكن كمان تلاقي 4 مرشحات في غرفه ثانيه، الاثنين مع بعض كده في سيل او في تشامبر كبيره، 10 مرشحات مع بعض. طيب دلوقتي احنا شايفين ان في 4 كون محطوطين، لكن في 4 كون مقلوبين. طب ايه ال 4 كون مقلوبين دول؟ هنقول طب دلوقتي الرمل هيبقى سايح ما بين الاربع مرشحات، يعني ممكن جدا هتلاقي فيه اماكن ميته زي المنطقه اللي في النص اللي بين الاربع مرشحات، الحته دي او في الركن اللي هو المثلث يمين وشمال او حوالين المرشحات، في اماكن ميته، وبالتالي الرمل هيقف فيها، وبالتالي الشباب هتجمع فيها، وبالتالي هتحصل مشاكل. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني لو احنا بصينا في الصوره اللي فاتت دي، السته مع بعض، انت عندك في مربعين في النص هنا ديد بوينت،
وفي المثلث اللي ايه اللي في الاول خالص، وفي بين كل مرشح والتاني في مثلث برضه هيبقى ديد بوينت. اللي بيحصل يا جماعه ان هو زي ما شايفين العشرة دول كلهم مع بعض، ستة واربعة مع بعض في اوضتين جنب بعض كده، تمام. طيب المايه لما بتخرج منين؟ المايه بتعلى، بتخرج من خلال الهدار اللي على اليمين اللي حضراتكم شايفينه ده. الحضار ده بياخد المايه الخارج، تمام. يبقى الدخول بيكون من خلال المواسير توزع على كل مرشح لوحده، ولكن المايه لما بتخرج من الرمل بتبتدي ترتفع وتطلع من خلال الهدار اللي بره ده. اهو بص يا جماعه بقى، الحته المسدوده، الحته الديد بوينت اللي في النص ده بيحطوا فيها بايلز كده، ده تصميم نورد كوتر. الكلام ده تفاداه باركسون وعملها صف واحد ما عملهاش صفيه، فبالتالي ما انتش محتاج انك انت تعمل الايه التصميم المختلف بقى، مش محتاج تعمل البايلز دي او الخوازيق دي الخرسانيه اللي تملا المكان اللي في النص بين الرمل، عشان ما اللي انت خايف يحصل فيها الديد بوينت او الاماكن الميته اللي ممكن الرمل يتجمع فيها. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، الاماكن اللي كانت ميته دي اتملت بالخرسانه، البايرز دي تصب بره وتتنزل في اماكنها بعد كده. طيب اللي انا عايز اقول عليه تحت الموزعات في كون مقلوب. طب الكون مقلوب ده ليه؟ الكون مقلوب ده يا جماعه عشان لما يجي الرمل يدور ياخد من الجناب كمان، يبقى الاير ليفت بايب دي بتسحب من النص وتسحب من داير الايه المرشح كله، مش من جنبها بس، لا من الداير كله. باركسون بتعملها صفوف ورا بعضها كده، يعني ايه صف في مرشح واحد كله ورا بعض، بينما يعني نورد كوتر بتعمل صف في مرشحين جنب بعض. زي نفس الفكره يا جماعه، ماسوره بتوزع الميه الخام، بتوزع في مواسير جانبيه فرعيه توزع على الايه المرشحات، كل مرشح لوحده. يبقى دخول الميه الخام داخل ماسوره بتوزع يمين وشمال على المرشحات، والخروج الميه بتطلع من بعد ما تعدي من الوسط ترشيح اللي ارتفاعه 2 متر، تطلع منه لاعلى لغايه ما تخرج من الهدار. فين بقى الهدار هنا في الحاله دي؟ الهدار يا جماعه اهو في الاخر خالص على اليمين، اللي هي هدار في الاخر خالص، يعني كل الصف ده اللي هو خمس مرشحات، الخمس مرشحات كلها المايه بترع تعلى وكلها بتختلط ببعضها وتطلع كلها في خروج واحد. يبقى انا لو حبيت ان اخرج مرشح من الخدمه بنطلع الصف كله، واخدين بالكم؟ في المحطه بتاعت نورد كوتر لما نيجي نطلع مرشح من الخدمه لاي سبب بنطلع ال10 مرشحات، لان الخارج بتاعها كل واحد، يعني الخارج كله بيختلط مع بعض. المايه لما بتطلع من الرمل بيختلط كل المايه دي مع بعضها وتخرج من هدار واحد. ماشي يا جماعه؟ طيب التصميمات كده تختلف في ايه يا جماعه؟ ولا حاجه، في الحالتين بتشتغل المحطه، وفي الحالتين بتدي نفس الجوده، وبالعكس. يعني الفكره كلها شكل التصميم ما بيفرقش كتير. القمع بتاع الباركسون بيبقى مربع، القمع بتاع نورد كوتر بيبقى مسدس مثلا، يعني مش فارق. هو الفكره كلها انها بتخلي فيه تدوير للميه. شكل فرق التصميمات يا جماعة احنا ما نحسش، احنا كناس مشغلين الفرق معانا يهمنا في سهولة التشغيل، اللي يهمنا في سهولة الصيانة، واخدين بالكم؟ يعني انا ممكن نبص على ان في خط درين للمرشحات في تصميم باركسون مثلا، ده على شيء كويس، بينما ممكن تلاقي نورد كوتر عاملك فيها نظام تاني، انك انت ازاي تقدر تصفي المرشح من خلال الاير ليفت بايب، واخد بالك؟ زي ما حضراتكم شايفين اهو، المرشحات بتركب ورا بعضها، والماسوره بتاعت الموزعات بتنزل من فوق، من اسفل، من بتنزل فوق، بتركب اثناء التركيبات يعني في احد المحطات. الساند ووشر يا جماعه بيكون في امكانيه ان انت بتقلل كميه ميه الغسيل، صرف يعني، او بتزوده، وفيها قدره على انك انت بتعمل قياس، تعمل فيها قياس لكميه ميه صرف لميه الغسيل تطلع قد ايه، بحيث انت تعمل تشيك كميه ميه الغسيل دي كتيره ولا قليله.
زي ما حضرتك شايفين كده، الماسوره اللي في النص دي بتوزع يمين وشمال اثناء التركيبات على الموزعات. الموزعات دي يا جماعه فيها مرشحين جنب بعض في نفس الاوضه، ده معناها ان دي هتلاقيها برضه مش باركسون مثلا يعني. الساند وشر من فوق كده يا جماعه، لو فتحته من فوق هتلاقي فيه الخرطوم الازرق ده، اللي هو الخرطوم بتاع الهواء اللي بيدخل الهواء في الليفت بايب من اسفل خالص. ده بتتظبط مره واحده اثناء التركيبات، واثناء التشغيل بيتم متابعه بقى تدوير الايه، انت بتتابع سرعه دوران الرمل بيلف معاك ولا لا، وبتتابع كمان سرعه دوران الرمل، وبتتابع كمان كميه ميه الغسيل قد ايه. طيب بصوا يا جماعه، انا بس حاجه كنت عايز اقولها يا جماعه يعني، بقى تسمحوا لي. او دلوقتي انا لما نيجي نسال حاجه زي كده، حتى لما عمل زي كده تكلفة المتر مكعب، لما تيجي نحسبها في محطة زي دي يا جماعة، أو لما نيجي نسأل عليها، معدل الإنتاج بيبقى طبعا نقطة مهمة. لكن المحطات دي يا جماعة من ضمن المميزات بتاعتها صغر المساحة، المساحة بتاعتها صغيرة يعني. المساحة هقول لحضرتك، هوريكم دلوقتي يا جماعة المرشحات تبقى حجمها قد إيه داخل المحطة دي. برضه نقطة لازم تتحط في الحسبان برضه، أو نقطة وميزة كبيرة للنوع ده من المشهد. بص يا جماعة، الصورة اللي تحت على اليمين دي محطة، المحطة دي يا جماعة المرشحات دي 1000 لتر ثانية. المرشحات دي يا جماعة 50 متر في 20 يعني 1000 لتر ثانية. حاجة طبعا يعني إيه زي ما حضرتكم شايفين، حاجة قليلة يعني. ماشي، 50 متر في عرض 20، طبعا مساحه صغيره جدا. المرشحات دي لو انت عايز تعمل 1000 لتر ثانيه في محطه مرشحات تقليديه، فطبعا هتحتاج اكتر من كده، لانك انت محتاج تعمل صاله للمرشحات، ومحتاج تعمل اسمه ايه ده هو المبنى نفسه بتاع المرشح، وبعدين مبنى ضباط الغسيل، ومبنى واخدين بالكم. طبعا حاجه هتبقى كبيره جدا. المحطة التانية يا جماعة تاخدوا بالكم الفرق، إن المحطة اللي تحت دي معمولة سقف ألمونيوم، والغطيان لكل مرشح، كل مرشح فيه غطا عشان تعمل له الصيانة من خلاله. الغطا ده من الستانلس. بينما المحطة التانية دي كل السقف من الجي ار بي. طبعا تكلفة بتختلف، وساعتها بيكون في كلام يعني. انت بتقول لي تكلفة انشاء ايه؟ لا، بتختلف طبقا للشركة، طبقا للمواد المستخدمه، طبقا لحجم المحطه. خدين كمان، خدين بالكم، طبعا الموضوع مختلف جدا يعني، صعب انك انت تقول كام. لكن لما بتيجي شركه تعمل الكلام ده، بتاخد من الموردين للداينا ساند، وبتاخد منهم التكلفه، وبتكون دي نقطه برضو داخل مجال البحث. طيب السؤال يا جماعه، قطر المرشح 2.5 متر، مساحة المرشح الواحد 5 متر، عمق الأوسط ترشيح 2 متر، معدل الترشيح متغير. يعني إيه؟ يعني أنا عندي محطة بتشتغل دايركت فلتريشن، فبالتالي انعكارة المية اللي داخل عليها عالية، فبالتالي معدل الترشيح بيبقى أقل شوية، بيكون حوالي 7 أو 8 متر في الساعة. كويس؟ طب افرض أنا، لا أنا عندي المحطة دي المرشحات دي هنحطها بعد مرشحات لامل، او بعد مروقات بلسيتور مثلا. لو احنا هنعملها كده، هنعمل يعني المايه هتكون داخل لها ميه مروقه مش ميه خام، ميه مروبه بس، لا يبقى ساعتها ممكن معدل الترشيح بيبقى 12 متر في السنه. كان في سؤال عن ضغط الهواء وقد ايه ضغط الهواء اللي داخل المرشح، حوالي 2 بار، وتصرف بيكون حوالي 4.4 متر مكعب للساعة لكل مرشح، لكل مرشح يا جماعة. كويس؟ فبالتالي احنا طبعا محتاجين الكمبريسور اللي بيدور ده. خدوا بالكم يا جماعة، الكمبريسور ده ما بيوقفش 24 ساعة شغال، ما بيحصلش ان هو يقف ابدا، شغال على طول، لان طول ما هو موجود، طول ما الرمل بيتغسل، وطول ما مية الغسيل شغال. طيب ده بالتصميمات يا جماعه، لكن اهو
طب وكمية الهواء بقى بتتحكم فيه ازاي؟ قدام كل سل او قدام كل 10 مرشحات مع بعض بيكون في لوحة كنترول فيها فلوميتر كده بيقيس لك في تصرف الهواء اللي داخل قد ايه، وبيكون في، بص يا جماعة، روتاميتر صغير كده زي بتاع الكلور، وفي ذراع محبس بيتحركوا بحيث تزود بالظبط كده زي ما تزود جرعة الكلور بتزود تصرف الهواء اللي داخل المرشح اللي عندك. طيب فين بقى الصيانات اللي بتعمل المرشح، او فين بقى الشغل الخاص بالتشغيل؟ يا جماعه طول ما الهواء شغال المرشح شغال، طول ما ماء الخام شغاله هو المرشح بيرشح وبيطلع ماء غسيل. فبالتالي المونيتورنج المطلوب يا جماعه مش يومي ومش كل ساعه زي المرشحات الثانيه، العماله اللي انت عايزها برضو بتكون اقل بكتير. بس يا جماعه متغطي من فوق فانت مش شايفه، لان الميه الخام بتخش في ماسوره، لكن الميه المرشحه بتطلع من فوق الرمل اعلى، فلو اتكشف يبقى الرمل مكشوف، الميه دي المفروض بعد كده داخله الخزان، محدش هيشوفها بعد كده لغايه ما ايه، ما تنزل للمستهلك من خلال الحنفيه. واخدين بالكم؟ التحكم في المرشحات بيبقى ازاي؟ بص يا جماعه، هو طبعا كل حاجه ممكن تعملها سكادة طبعا، لكن المحطات لو انت شغال بكمبريسور و داينا ساند فلتر او مرشحات كده، انت ممكن ما تشتغلش سكادة، ممكن تعتمد بعد كده تشغلها يدوي. انت معتمد طالما الرمل، طالما الكمبريسور شغال والرمل والميه شغاله والرمل بيلف والميه ده العكره داخله من الطرمبات العكره، خلاص انت مش محتاج سكادة. يعني السكادة هنا اوبشن، يعني ده المحطه دي مش زي محطات مثلا الالترا فلتريشن اللي هو فيه سنسور يقيس لك معدل الانسداد و تي ام بي ويطلع المرشح الركن الخدمه ويتغسل ويخش تاني ويتعمل مجموعه من السنسورز تغسله كيماوي او الكلام ده مش موجود. ده المايه داخله والهواء شغال فالمرشح شغال وخلص على كده. فدي ميزه مهمه جدا. المهم عندك انك انت بتتابع الكواليتي بتاعت المايه اللي داخله عشان تشوف جرعه الشابه اللي انت هتضيفها مناسبه ولا لا، وكمان المايه الخارجه والكواليتي بتاعتها. المرشحات بتتابعها، يعني هنتكلم دلوقتي على ادي كنترول يا جماعه، وزي ما انتم شايفين ازايز كده فيها التصرف بتاع الهواء اللي داخل لكل مرشح وطالع من كل من كل ازازه، خرطوم رفيع كده رايح الازرق اللي تحت ده اللي هو رايح داخل، احنا شفناه داخل في من الساند وشر نازل لجوه لغايه الليست باي. بس ادي كل الحكايه. طبعا التشغيل اسهل بكتير، اريح بكتير، كواليتي اعلى. طبعا احنا يعني ليها مميزات، انا مش ما تنكرش يعني يا جماعه. المرشح اهو المحطه هي كمان يا جماعه قدامنا 1000 متر ثانيه، مساحه 20 في 50، مساحه صغيره جدا طبعا لما تيجي تعمل مرشحات بالمنظر ده. الميه قبل ما تخش المرشحات دي، المرشحات دي يا جماعه شغاله في دايركت فلتريشن، يعني قبلها ما فيش مروقات، فالميه بتاخد يا دوب جرعه شابه بتدور في حوض تنظيف زمنه صغير جدا بتزاك، وبعد كده تيجي نازله على ايه، يعني حقن الشابه في الميه الخام، وبعد كده تنزل على المرشحات مباشره. الكواليتي الداخله المحطه دي بتتراوح يعني من مثلا 7 او 8 ل 40 او 45 ان تي. المايه الخارجه يعني دايما اقل من 1 ان تي، يعني 7 من 10 او 6 من 10 ان تي. اجراءات التشغيل يا جماعه، ضبط التشغيل، انت بتعمل حاجتين، بتقيس معدل دوران الرمل وبتقيس كمان كميه تصرف مياه الغسيل. لو دوران الرمل بيقل فانت بتزود كميه الهواء اللي داخله عشان تحرك الرمل اسرع، ولو معدل تصرف مياه الغسيل كبير فانت بتغير منسوب مقدار خروج الغسيل تزوده او تقلله زي ما انت عايز. اللي بنحتاجه يا جماعه اخونا الدكتور في المحطه بيكون معاه اللي هي المعدات اللي حضراتكم شايفينها دي، ستيك زي كده. الستيك ده بيتحط يا جماعه في فتحات
في صف المرشح، الغطاء اللي بره في الاربع اركان بتاعت المرشح، بننزل الستيك دي، والستيك دي عليها تدريج كده نحطها، وبتدي نقيس بالزمن السينكينج او العصايه دي بتنزل بتغطس، ده معدل دوران الرمل، بتغطس كام ملي في الدقيقه، وهو عارف لك رينج كده المفروض تنزل يعني في حدود 6.9 ملي في الدقيقه. المفروض الحركه دي ده معدل دوران الرمل الكومون سبيد، ماشي الكلام؟ فانت كده بتقول لك ان في معدل، الاخ كان بيسال الرمل ده بيدور قد ايه ودخل هواء قد ايه، احنا قلنا الهواء قد ايه، والشركه المصنعه بتقوله لك وبتقول لك ان احنا عندك كده تشغيل، والمفروض بتديك تدريب في الاول خالص على تشغيل المرشحات دي وازاي تاخد منها تشغيل يعني ايه منتظم. واخدين بالكم يا جماعه؟ اهو ادي المرشح، وادي اخونا الدكتور الكيميائي عنده اربع اماكن موجوده في فوق كل مرشح. ايه الكلام ده يا جماعه؟ بيعمله كل 3 شهور او كل 6 شهور حسب الجدول اللي عنده الجهاز الشركه المصنعه. في الاول خالص اول ما المحطه تشتغل بيبقى الموضوع معدل القياسات دي بيبقى اكتر شويه، بس احنا عاملين حسابنا ان انت بتقيس 4 نقط في كل مرشح، انت عندك 100 مرشح يعني 400 نقطه، فانت ممكن تقعد تقيس الكلام ده مثلا لمده مثلا اسبوع في المحطه عشان تسجل لكل ايه مرشح، وتاخد بالك ان في اماكن سينكينج سبيد او معدل نزول الرمل او تحرك الرمل قليل او زايد، في بتلاقي مرشحات الرمل فيها بتدور بسرعه ومرشحات لا، فالمرشح ده بتلاقي كميه تصرف الهواء بتاعه اعلى شويه، فانت بتقلل او بتزود حسب اللي انت الضبط اللي انت عايز تظبطه عشان توصل لسرعه الدوران المطلوب. تمام، ده بالنسبه لسرعه تدوير الرمل. انت كده بتضمن ان الرمل ما كلكعش وما ملاش واتملاش شوائب وقفل معاك، وده حاجه مهمه جدا انك انت تكون عارف الايه المحطه بتاعتك والمرشحات بتاعتك، كل مرشح بيشتغل ازاي. طيب خلينا نقول، طيب ومعدل تصرف الغسيل؟ معدل تصرف الغسيل يا جماعه بيكون من خلال الجهاز الثاني او الاداه الثانيه اللي معايا دي اللي بيحصل ان احنا بنفتح الساندوشر ده لسه في ده لسه بيقيس اهو السينكينج سبيد. انا بنقول بقى معدل ميه الغسيل البتاع ده يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن مسطره تحتيها سده، بنفتح الساندوشر فيها الجزء الصغير اللي هو بيودي على قناه الصرف ميه الغسيل، بتسدها بالسده دي، يبتدي الميه تتجمع وترتفع، فانت تحسب معدل ارتفاع ميه قد ايه في الايه في الدقيقه. واخدين بالكم؟ من خلال الجراف اللي هو بيسلمه لك ده بتحدد معاه سرعه الارتفاع، ده تحدد معاه تصرف ميه الغسيل قد ايه. طبعا ميه الغسيل لو انت لقيتها زادت عن الحدود اللي حددها لك الشركه، فانت بترفع القدار الخروج شويه بتاع ميه الغسيل عشان تقلل التصرف وتقيس تاني لغايه ما توصل للحدود بتاعتك. زي ما حضراتكم شايفين اهو، احنا بنشيل العمه اللي فوق دي الصمر دي ونحط الايه السده حوالي جنبيها ونشوف ايه ارتفاع معدل ارتفاع الميه قد ايه، قياس معدل تصرف مياه الغسيل. طبعا ميه الغسيل يا جماعه بتبقى ميه اعتبارات عاليه جدا، لانها دي بتكون جايه من الرمل اللي هو في اسفل المرشح اللي هو بيعدي عليه الميه الخام اول دخولها، فبتكون عباره بتبقى حوالي يعني عاده بتبقى اجل من اكثر من 100 ام كيو. عشان كده بنقول دايما بنحتاج بعديها دايما الايه المنظومه بتاعه اللمات. طيب المحطات دي يا جماعه كده انا كده بتكلم على مرحله ترشيح يا جماعه او تكنولوجيا ترشيح، بس ما بتكلمش على شركه، انا بتكلم على التكنولوجيا نفسها. فبنقول ايه يا جماعه؟ بنقول خدوا بالكم مميزاتها، اولا هي مساحه صغيره جدا، هي المرشح بتاعها يا جماعه بيبقى مساحته صغيره، احنا كده بنقول مساحه صغيره جدا 50 في 20 الف لتر ثانيه، حاجه طبعا صغيره جدا، ودي ميزه رائعه طبعا للانشاء. فبالتالي انت ممكن كمان الميزه
الثانية إن اللي بيلف في الموضوع ده الرمل، فبالتالي الصيانة عندك هو صيانة كومبريسور. يعني المحطة كلها عندك، المرشحات كلها، ما نقولش بقى محابس دخول ومحابس خروج وأكتويترز وكهرباء ونيوماتيك وقصة وكده وترمبات غسيل وبلاور غسيل ولا كل الكلام ده مش موجود. احنا كل القصة كلها كومبريسور، بس الكومبريسور مهم جدا لان هو يقف تقف المحطة، واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب فاحنا بنقول ايه ميزة الاولانية، تكاليف الصيانة هتكون هي تكاليف الكومبريسور بس طبيعي ساعتها لما تكون انت عندك المحطة هو حاجة واحدة بتصينها، او المرشحات كلها حاجة واحدة بس بتصينها، لازم تصينها كويس بقى، يعني اصرف عليها بقى. يعني قصدي لما بنجيب كومبريسور، بنجيب كومبريسور يعني ماركة عالية عشان هشتغل 24 ساعة، وبنجيب كومبريسور واحد احتياطي، وخد بالك ان الكومبريسور ما بيشتغلش على طول، يعني الكومبريسور بيكون له خزان جنبي، واخد بالك انت؟ فالكومبريسور ده بيشتغل عشان يملى خزان، الخزان ده هو اللي بيوزع على المرشحات. يعني خلينا يعني نتكلم بالعقل كده. فما ينفعش نقول ان ان الكمبريسور شغال 24 ساعه، لا مش هيشتغل 24 ساعه، بس طبعا اكيد الكمبريسور له جدول صيانه لازم يتعمل، له فلاتر بتتغير، له سيليكا جيل بيتشال، له بتاع فص الرطوبه، وله الكلام ده لازم يتعمل. فطبعا الناس بتقول لك طب نعمل ايه في الكمبريسور؟ يعني ايه؟ امال انت هتعمل ايه لما يكون عندك المحطه فيها ست محابس، كل محبس عليه اكتويتر وست محابس عايزه تصاين وثلاث ترمبات غسيل وبلورين غسيل، وكل واحده من دول عليها محابس وتشغيل هتعمل ايه في كل ده؟ يعني انت كل الكلام ده اتشال واتحط مكانه كومبريسور، يعني خلاص دو يور بيست بقى، ما فيش كلام. ماشي الكلام؟ طيب كمان يا جماعه عندنا بنقول ان ال الميزه الترشيح ده يا جماعه، انك انت لما يكون عندك هجوم طحلبي مش هتحس بيه. يعني انت عندك لو عندك هجوم ارتفاع نسبه طحالب داتومز وطحالب اوريه وبتاع داخله عندك في المرشح، فانت هتبقى عندك مشكله، انت بتغسل المرشحات كل 5 ساعات كل 6 ساعات، وناس طول النهار عماله تغسل، هو فايت كبير جدا. هنا لا ولا تحس بيه ولا تعرف اصلا الموضوع كله، المرشح طبعا بتغسل كل دقيقة كل ثانية، فبالتالي انت ما عندكش مشكلة، ما بتفرقش معاك، واخد بالك؟ فدي ميزة كويسة جدا. العكارات العالية كمان والكلام ده مش هتفرق معاك، ان المحطات التانية ممكن انت معدلات الغسيل بتزيد وبتاع وكلام من ده، وارهاق ومونيتورنج عالي جدا، انت هنا الكلام ده مش هيفرق معاك. انت كل الحكاية هتزود بس معدل دوران اللي هو اللي بيشتغل معاك الرمل، فانت بتزود معدل دوران الرمل وتتابع معدل السينكينج سبيد عشان تعرف ان المرشح ما كلكعش معاك، وخلاص خلص على كده. تمام، ودي كلها مميزات يا جماعه لازم نبص لها، حاجه كويسه جدا. كمان في حاجه مهمه جدا اسمها انخفاض الفاقد في الضغط والقدره على مواجهه العكارات العاليه، يعني دول مميزات هامه جدا. انا راجل بتاع تشغيل يهمني المحطه بتاعتي تكون مضمونه، يعني ها. طب ازاي؟ بص يا جماعه، اولا بالنسبه لحكايه ارتفاع العكارات، بص يا جماعه ده وخطة المعالجة بتاع محطة في هولندا، هتلاحظ ان المرشحات مية غسيل المرشحات بتروح على غانا سنت فلتر او على كونتينوس فلتريشن شغال على طول. ده معناها ايه يا جماعة؟ معناها ان دي معمولة للعكارات العالية، يعني دي معمولة اصلا مبدئيا كده في كل المحطات اللي حضرتك زي الصورة اللي جنبينا دي، ده مرشحات استرا سنت شركة باكس الهولندي. في المحطات الهولندية بيستخدموا المرشحات دي زي ما شايفين، هو ستانلس اهو داخل المحطة عشان تعالج مية الغسيل على طول، واخدين بالكم؟ فده معناه انها بتواجه العكارات العالية، وفعلا هي ما تأثرش بالعكارات العالية، العكارات العالية ما بتفرقش معاها، تشتغل في وجود العكارات العالية كويس جدا. بس المهم انك انت تبقى عارف وانك انت بتظبط اجراءات التشغيل بحيث انها تواجه الايه؟ العكارات دي بسرعة تدوير الرمل بمعدل أكبر. طيب في حاجة تانية يا جماعة، أنا مشكلتي بقى دلوقتي مش العكارة، أنا مشكلتي دلوقتي في الشوائب اللي ممكن تيجي وتقع في الرمل وتثبت فيه. فعادة لو هي المحطة ما فيهاش مروقات، لو في مروقات المروقات هتشيل الكلام ده كله، واخدين بالك؟ لكن لو ما عندكش مروق يبقى لازم قبل المرشح بيكون في ميكانيكال سكرين. ميكانيكال سكرين بتبقى
الفتحات بتاعتها ضيقة يعني 1 ملي أو أقل. طيب وبعدين هتجيبها منين دي؟ والله في بعض المحطات حاولوا يعني يا جماعة في مصر إن هم يشتغلوا بالإيه، بالديسك فلتر أو المايكرو سكرين، ودي سبب فشلها عندنا جدا. يعني الديسك فلتر والميكانيكال سكرين والديسك فلتر والمايكرو سكرين يا جماعة بيبقى عبارة عن قماش أو ستانلس فتحته ضيقة جدا حوالي 20 حوالي 40 أو 20 مايكرون، والمفروض انها بتتغسل اوتوماتيك دوري على طول زي ما احنا عارفين. وطبعا المعده اللي بتلف دي يا جماعه، طبعا المايكرو سكرين بتستورد من بره، وبالتالي اجزائها كلها مستورده وكلها مكونات بالدولار. لما بتيجي تشتغل يا جماعه بتحتاج صيانات وقطع غيار غاليه جدا جدا. الديسك فلتر لو هو معمول من الفايبر ممكن جدا نتيجة سرعة الانسداد مثلا العكرات العالية اللي داخلة ممكن جدا يسد بسرعة، فبالتالي بتحتاج تغييره. ديسك فلتر غالي جدا عشان تغير الديسك اللي اتقطع. الحلول انك تعمل ميكانيكال سكرين اللي هي ستيب سكرين دي، بتعمل مرحلتين ورا بعض، واحدة 3 مللي وواحدة يعني 1 مللي او جاز اقل، ودي بتشيل لك العكرات وتدخل المية ب يعني كواليتي مناسبة بحيث انها ما تعملكش مشكلة داخل الايه المرشح. الحاجه الثانيه يا جماعه هو حكايه الفقد في الضغط. فقد في الضغط يا جماعه خدوا بالكم، ميه الدخول فين يا جماعه؟ على اليمين، البلكونه اللي على اليمين دي ماشي، وميه الخروج فين؟ الهدار اللي هو اللي بعد البلكونه اللي على الشمال. طيب السؤال بقى هنا، فقد في الضغط يعني ايه؟ بص يا جماعه، المرشح عندنا لما نيجي ندخل له في تعمل هيدروليك ليفلز، المناسيب الهيدروليكيه داخل المحطه، المرشح بيكون في المروق يعني ميه دخول المروق وخروجها فرق ما بينهم حوالي نص متر. يعني منسوب الميه في اول مروق اخر مروق فرق ما بينهم نص متر. طب المرشح، لا المرشح بيبقى حاجه جامده جدا. ليه؟ لان الميه بتخش من المرشح من فوق وتخرج من تحت. المرشح بقى ارتفاعه كام؟ يوصل مثلا حوالي يعني في حدود 3 متر او 4 متر. ففقد الضغط كبير، يعني منسوب كبير جدا بتفقده داخل المرشح، لان المرشحات الجاذبيه بالجاذبيه كلها المايه بتخش من فوق وتخرج من تحت. طيب في ده بقى، لا ده المايه بتخش من فوق وتخرج من فوق، يبقى كده الفرق في الضغط هنا قليل جدا. يعني فرق ما بين الخروج المرشح وما بين دخول او خروج المروق هتلاقي فرق بسيط جدا، وده ميزه لما تيجي تبني يعني محطه زي دي. ليه؟ لان لو انت عندك خزان انت كده مش محتاج انك انت تعمل خزان منخفض جدا، تعمل حفر كبير للخزان وبالتالي تعمل تكثيف وكلام من ده، لان المرشح اصلا عالي وبالتالي الخزان عندك هيبقى كمان مرتفع ويوفر لك في الشغل المدني الانشائي بتاع الخزان. الفائده في الضغط يا جماعه نقطه مهمه جدا بالنسبه للجماعه بتوع المدني لما يجي يحسبوا تكاليف الانشاء بتاع المحطه. العيوب بقى، طيب العيوب يا جماعه كل الناس بتسال دلوقتي العيوب. العيوب يا جماعه خدوا بالكم، الفقد لو انت فقد في الضغط، الفقد في الغسيل ممكن يوصل ل 14%. يعني لو انت عندك محطه بتغسل بس بشغاله ترشيح وغسيل بس، والغسيل بيترمى بره على طول ما بتعالجش، ممكن توصل 12% 14% كميه فقد الغسيل، طبعا ده كبير جدا. كويس. طيب الحل انك انت تعمل بعديها منظومه لاميلا، ترجع تعمل تدوير لميه الغسيل تدخله ثاني على المدخل. لما تيجي تعمل ماس بالانس هتلاقي ان الخارج عندك الفائد اللي هو الصرف يعني هو صرف الروبه، والروبه دي يا جماعه هتلاقيها حجمها صغير جدا بالنسبه لصرف المحطه، فبالتالي هتلاقي حوالي يعني بعض المحطات عندنا حوالي 3 من 10 جنيه. لما تعمل ماس بالانس حوالي يعني ما جابتش 1%، حاجه قليله جدا، حاجه رائعه طبعا. لكن خدوا بالكم ان الكلام ده يتطلب انك انت عندك حوض كمان بتزوده، هو حوض ايه معالجه مياه الغسيل. طيب المهم كمان يا جماعه ان احنا عندنا الكمبرسور شغال على طول، فبالتالي بيسحب الكهرباء على طول، يبقى ما بيوقفش زيه زي الميه العكر زي طلمه الميه العكر، فبالتالي استهلاك الكهرباء هيبقى في الجزء ده ازيد، لكن ممكن بيكون اقل في حته تانيه لانك انت ما عندكش طرمبات غسيل وما عندكش بلور غسيل وما عندكش يعني استهلاكات تانيه ممكن تستهلك المحطات التانيه يعني اللي هي التقليديه.
بص يا جماعة، التصميم من ضمن العيوب ان التصميم مش بتاعك، يعني انت بيجي لك نو هاو من بره، فانت مضطر انك انت رايح لشركة هي اللي تعمل لك التصميم، وهي فبالتالي انت ما تقدرش تعمل الكلام ده انت كشركة، او كتعمل مثلا توسعات وتعمل لك مثلا كم مثلا مرحلة توسعات مرشحات جديدة وبتاع، كلام من ده ما تقدرش، لا اولا عشان التصميم، وثانيا علشان الجزء الداخلي بتاع المرشح ده بيجي من بره، مكون خارجي دولاري طبعا. ماشي الكلام يا جماعة. طيب حاجة تانية، زي ما كده احنا محتاجين مصافي دقيقة، والمصافي الدقيقة دي اللي احنا عايزينها يا جماعة يعني تكون كانت سكرين على مرحلتين، لأنها لو استخدمت من غير مروقات، لكن لو هي بمروقات لا خلاص بقى انت بتشتغل وانت حاطط رجل على رجل، المروق عندك شايل معظم العكرات، والمية اللي داخلة بسيطة، فبالتالي معدل الترشيح بتاعك هيبقى عالي جدا، ممكن تاخد كميات مية ضخمة جدا جدا بكواليتي مضمونة بدون أي مشاكل. طيب هنقول إذا بص يا جماعة، دي محطة النوبارية في البحيرة، عندهم منظومة اللاميلا، فمنظومة اللاميلا دي يا جماعة بيخش لها مية الغسيل، لما بتيجي مية الغسيل تخش المنظومة دي بتاخد جرعة شابة حوالي حاجة صغيرة كده، حوالي 1 جرام ولا حاجة كده. ماشي. لكن هقول لكم ادي المنظر، الميه ميه الغسيل ده، شايفين العكاره عامله ازاي، واللي فوق هنا دي المنوره دي، دي ميه اللي خارجه من اللامله، يعني العكاره بتاعت الدخل اللامله دي بيكون حوالي 100 ان تي يو، والخارج حوالي يعني 4 ان تي يو، بتبقى انضف من الميه الخام اللي داخله. فدي ساعتها لما عند استخدام المنظومه دي بتقلل لك الفائد من مثلا من 14% بينزل لغايه حوالي 1%. طيب خد بالك بقى دلوقتي، انت بتشغل في حاله الاستخدام اللامله، انت عندك الفائد بيقل جدا. وخد بالك كمان ان السكادا في حاله المحطات اللي هي كونتينوس فلتريشن دي بتبقى اوبشن، عايز سكادا ولا مش عايز سكادا. السكادا مش عشان المرشحات، هيبقى عشان المحطه كلها، خدي بالك بس. لكن الاسكادا زي ما بقول لك كده، هي نظام جميل جدا للمونيتورنج والكنترول، ولكن انت ممكن تحتاجه تعوزه او ما تعوزوش. انا عارف ان في بعض الشركات الاسكادا تبقى بالنسبه لها مشكله، كل شويه سنسور مش شغال، كل شويه تكلفه تغيير اجزاء في منظومه الاسكادا، كل شويه شغل يعني محتاجينه عشان منظومه الاسكادا تشتغل. اكيد طبعا الكنترول لما يتحسن او لما يبقى يعني اوتوماتيك اكيد هحتاج تكلفه يعني. لكن خليني اقول ان المحطه بتاعتي دي، ما لما انت حطيتها جنب الالترا فلتريشن، لا الالترا فلتريشن ما تشتغلش غير بسكادا، لو سكادا باظت خلاص مفيش محطه. لكن عندنا في المحطه دي لا، ممكن تشتغل بغير سكادا، مفيش مشاكل خالص، لا هتشتغل، لان السكادا عندك اوبشن مش ضروره، ودي برضو ميزه احنا محطتنا يعني. طيب خد بالك يا جماعه، النقطه بقى بتاعت السكادا دي مهمه جدا، انا عايز اقول لكم حاجه، امتى نحط سكادا في المحطه؟ نحط سكادا يا جماعه في المحطه لما تكون المحطه بتاعتي محطه كبيره، يعني مثلا يعني محطه كبيره، فبالتالي هشتغل فيها مدير محطه، مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء، فبالتالي لما يكون عندك سكادا انت عندك العماله والفنيين اللي يقدروا يصلحوا ويصينوا ويشغلوا بطريقة جيدة يعني. طب افرض بقى المحطة اللي عندي دي محطة صغيرة، 60 لتر ثانية 40 لتر ثانية مثلا، يعني حاجة صغيرة زي كده، هتاخد المنظومة دي معاك، حلو جدا، انت مش محتاج ليها مراقبة وتشغيل اسهل طبعا، شيء جميل جدا. لكن ساعتها انسى حكاية الاسكادا بقى، المحطة الصغيرة دي ما تعملهاش كده، هي هتشتغل يدوي وخلصت زي الفل وزي ما فيش مشكلة. ماشي. فالنقطة برضو دي من ضمن النقط المهمة، المحطة بتاعتي دي أنا عايزها تشتغل إزاي؟ ها؟ هنشغلها الكنترول هيبقى إزاي؟ أنا بقول لك المرشحات دي مش محتاجة كنترول عالي، مش محتاجة سكادا، مش محتاجة مونيتورينج، وده مهم جدا. طيب في حاجة تانية يا جماعة، تطور أو نسخة أعلى شوية من الكونتينوس فلتريشن، حاجة اسمها الإيكو ووش. الايكوش ده يا جماعه تطور برضو الشركات عاملاه، عشان بدل ما انت شغال
غسيل طول اليوم طول الوقت، لا انت هتبقى اون اوف، او بيسموها انترميديا، يعني بتشتغل شويه وبعدين تغسل يعني ايه فاهمني، تغسل وانت شغال، يعني انت يعني المرشح بتاعك بدل ما هو شغال الصرف طالع منه على طول، لا انت بتوقف الصرف وتفتح فترات قليله جدا. طب ايه بقى القصه؟ شوف يا جماعه، في ناس فكرت تفكير ظريف جدا، قال لك المرشح بتاعي ده طول ما هو شغال، وده يعني طول ما هو شغال والميه الخام داخلاله هو بيغسل على طول. طيب المسافات بين الرمل فيها شوائب؟ لا ما فيهاش، الرمل على طول نظيف. طب الكواليتي اخبارها ايه؟ الكواليتي كويسه. طب افرض ان المسام بين الرمل اتملت شويه بشويه شوائب، ده هيأثر معاك في ايه؟ هو طبعا الفقد في الضغط داخل المرشح هيزيد، لكن في نفس الوقت الكواليتي بتاعت الميه هتزيد وهتتحسن، لان احنا عارفين الرمل لما يعني بيشتغل بعد ما اشتغل فتره بيبتدي الكواليتي بتاعت الميه بتتحسن، لان المسام والمسافات بين الحبيبات بتقل نتيجة الشوائب اللي بين المسام. فقالك طب كويس جدا، المرشح بتاعنا ده بدل ما هو شغال وايه وبيدور ويلف كده على طول، لا احنا هنشغله شويه افلو فلتريشن، يعني هندخله الميه من تحت لفوق افلو فلتريشن بس، وده يديك كواليتي عاليه جدا جدا، والمسام بتاعت المرشح بتبتدي تتملى بالشوائب والفقد في ضغط تيزي. حلو جدا. طيب وبعد كده ده معناه ايه؟ معناها ان المي ان المحبس بتاع خروج الشوائب، خروج ميه الغسيل المفروض يكون مقفول، يبقى انت كده انا كنتش حاطط محبس الميه طالعه على طول، لا هنضطر هنا عشان نشغل النظام ده هنحط محبس يقفل ويفتح بمزاجي انا، اللي نفتحه وانا نقفله. كويس، محبس يقفل خروج ميه الغسيل، ادي اول زياده احنا ما كناش عاملين حسابها. كويس، وطبعا ساعتها هيفتح ويقفل اوتوماتيك، مش هينفع ان انا كل شويه اروح افتح ونقفل لكل صف مرشحات نفتح انا ونقفله انا، ما ينفعش. طيب ادي اول حاجه. ثاني حاجه، ممكن جدا الشوائب داخل المرشح تقفل والمسامات كلها تكلكع مع الرمل، وبالتالي تبتدي الشوائب تبقى تسد المسام والفقد في الضغط يزيد داخل المرشح. فانا محتاج حاجه اسمها differential pressure sensor، بيحس بالفقد في الضغط داخل المرشح، المرشح مسموح له ان الفقد فيه في الضغط يزيد لدرجه معينه، لو تخطاها ساعتها ندخل الهواء اللي كان داخل على طول هيقف بقى، هيدخل الهواء يلف في الرمل يغسله لمده دقيقه مثلا او دقيقتين، وبعد كده يبتدي ايه يقفل تاني، ويبتدي المرشح يشتغل تاني افلو فلتريشن. يبقى المرشح ساعتها يا جماعه بيشتغل افلو فلتريشن في الاول، وبعدين يشتغل كونتينوس فلتريشن، يعني كونتينوس باكوش لفتره دقيقه او دقيقتين، وبعد كده يرجع تاني افلو فلتريشن. طيب وبعدين؟ قال لك خد بالك الكلام ده معناها انك انت عايز كمان كنترول، عايز كمان كنترول بانل او لوحه تحكم كمان في الايكوش ده لوحده. طيب وايه كمان؟ قال لك وكمان لازم تحط سنسور يتاكد لك ان الرمل بيلف ولا لا، ما انت دخلت هواء لكن مش عرفك، ما هو ممكن جدا تكون الرمل ليس تحت وقفل المسام والدنيا ما تتحركش، فانت كمان عندك، يبقى انت عندك سنسور لتدوير الرمل، سنسور لفرق في الضغط، ومحبس بيشتغل اوتوماتيك، ها بيفتح ويقفل اوتوماتيك لخروج الصرف، ولوحه لتشغيل الايكوش. تصوروا كل دي زيادات. طيب انا كسبت ايه؟ طب انا كنت عندي يعني طبعا الكلام ده لما يزيد اعمل حسابك الكنترول ده هيبقى كنترول كمان وسكادة، لانك انت عندك سنسور بيحس، وعندك اكيد بي ال سي عشان يفتحك المحبس ويقفله، دخلك الهواء وما يدخلوش، يشغل الكمبرسور وما يشغلوش، فاهمني ايه بقى؟ طب انت كسبت ايه؟ يعني انت زودت سكادة، زودت كنترول بانل للايكوش، زودت سنسور للفرق في الضغط، زودت سنسور لتدوير الرمل، واخد بالكم، وزودت محبس يفتح ويقفل اوتوماتيك. طب ايه كسبت ايه يعني؟ قال شوف يا جماعه الحكايه دي الفكره نفسها لما اتعملت اهو زي ما انتم شايفين كده، الزيادات اللي زادت سنسور للفقد في الضغط، سنسور اهو يعني عندنا هنا سنسور على الشمال خالص ده للفقد في الضغط، والسنسور الثاني اللي في النص لتدوير الرمل، والمحبس اللي في الاخر ده عشان تدوير ايه او فتح وقفل صرف الميه الغسيل.
حسبنا ايه؟ بص يا جماعه، انا اولا مش هنشغل الكمبريسور طول الوقت، يعني الخزان بتاع الكمبريسور اللي انا بسحب منه ده بسحب منه دقيقتين كل مده، خد بالك، اللي كان بيشتغل 24 ساعه، فبالتالي انا الكمبريسور بيقل عدد ساعات التشغيل، وبالتالي تكاليف صيانته بتقل وتكاليف استهلاكه للكهرباء هتقل، وميه الغسيل، ميه الغسيل هتقل حوالي من 60 ل 90%، هتقل من 60 ل 90% يعني، وبرده كهربه الكمبريسور هتقل من 60 ل 90%. فده كويس جدا، دي ميزه كويسه، دي احد العيوب اللي احنا كنا شايفينها عيوب في المحطه اللي هي الكونتينوس باكوشنج كونتينوس فلتريشن اتحلت. ماشي، كمان الكمبريسور عمره هيزيد، وبالتالي قطع غياره اللي انت بتغيرها بمعدل عالي هتبقى اقل. كويس، انت كمان بتقلل المسافات الموجوده بين حبات الرمل، وبالتالي بتديك كواليتي اعلى، وبالتالي ده بيساعدك على انك كمان تقلل جرعه الكيماويات اللي بتستخدمها، خدت بالك؟ غير ان جوده الميه المرشحه كمان اللي خارجه من المرشح ساعتها بتبقى عاليه جدا. بص يا جماعه، الكلام ده اتعمل له دراسات وحسابات، فقال لك شوف يا جماعه الخط الازرق اللي في النص ده الكونتينوس فلتريشن، مرشح كونتينوس فلتريشن عالي، والاحمر اللي تحتيه ده اللي هو الايكوش، والاكس الراسي ده هو التربيدتي الخارجه، واخدين بالكم؟ فطبعا تلاحظ ان معظم الوقت الايكووش الكواليتي الخارجه منه اقل من الكواليتي الخارجه من المرشح اللي هو الكونتينوس فلتريشن. صحيح بتزيد وتقل، هي بتزيد عند اول بعد التدوير مباشره، بعد ما تبتدي ما تغسل، يعني هو طول ما هو مقفول المرشح ما بيلفش، الرمل ما بيلفش، فالكواليتي اعلى. اول ما بتشغل التدوير فانت بتعمل صدمه للمرشح، فبيعمل بترتفع العكاره، بتوصل لنفس منسوب كونتينوس فلتريشن تقريبا، وترجع تاني تتظبط وهكذا، واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا الكلام ده يعني تطوير كويس جدا. تصور بقى لو المحطه دي شغاله معاك في بعد مروقات، يعني عندك مروقات فبيطلع اصلا العكاره في حدود مثلا 1.5 2، وبعد كده تخش على المرشح ده اللي هو اصلا ما يعني بيطلع كواليتي عاليه طبيعي، واخدت لي بالك؟ فانت هتعمله كمان ايكوش، الكمبريسور ده هيشتغل كل قد ايه؟ يعني ممكن تلاقي الكمبريسور ده مثلا يعني بيشتغل في خلال اليوم مثلا بتاع 3 ساعات 4 ساعات، ها؟ واخدت لي بالك؟ انت استفدت استفاده عاليه جدا لو انت خدت منظومه زي دي، بس انت كده دخلت في اطار الاسكادا، والاسكادا معناها سنس، ومعناها تكاليف كهرباء، وعايز فنيين عاليين ومهندسين شطار يشغلوا لك المنظومه. كل حاجه ليها ميزه وكل كل حاجه ليها عيب يا جماعه، لكن خلينا نقول ان احنا دايما دايما بنبص على اساس ايه؟ على ايه؟ على اساس ان احنا بنبص دايما لحاجتين، كميه الميه المنتجه، وبنبص كمان للكواليتي اللي احنا نقدر ناخدها من المحطه. يعني انا بقول يا جماعه عشان ما نبقاش طولت عليكم في الويبنار دوت، ان احنا دايما بندور على المكسب، والمكسب بتاعنا هنا يا جماعه تقليل كميه الفائل الغسيل، وتقليل كمان ايه الاستهلاك الكهرباء بتاع الكمبريسور، والمحافظه على عمر الكمبريسور، ومحافظه على كميات استهلاك الكهرباء داخل المحطه. كل حاجه لها ميزه وكل حاجه لها عيب، بس احنا كده عرفنا المنظومه نفسها ومميزاتها وعيوبها. خلينا فاكرين يا جماعه ان ده في الاخر هي معدل ترشيح، هي مرحله ترشيح. خد بالك الاسكادا انت بتحتاجها طبيعي لو انت استخدمت ايكوش، كده انت مفيش بديل عن الاسكادا، لابد من الاسكادا، فدي لازم تاخد بالك. انت بتكسب حاجه وقصادها بتبذل شويه مجهود، شويه صيانه لمنظومه ايه تشغيل الكونتينوس فلتريشن، عشان ما تبقاش ساعه
ساعتها هي ما تبقاش continuous backwashing، هتبقى intermediate backwashing. الخلاصة يا جماعة ان استخدام التكنولوجيا يا جماعة لابد ان هو يسبقها الدراسة. انا محطيت تستحمل ولا تستحملش، شركتي تعرف تشغل الكلام ده ولا ما تعرفش. الناس بتفرح بالحاجة الجديدة، التكنولوجيا الجديدة، لكن عادة وده شفناه كتير في محطات كتيرة، ان تفرح بالمحطة وتشتغل في الاول شوية وبعد كده ما تقدرش تواظب على انك تجيب لها قطع غيرها عشان جاي من بره، ما بتقدرش تواظب على انك انت تصاين منظومة السكادة بتاعتها او تغير السنسور بتاعتها، فتلاقي المحطات تقف واحدة ورا واحدة ورا واحدة. انا لازم اكون عارف انا محتاج ايه، التصميم بتاعي بيديني ايه. في الاخر انا ساعتها اختار التكنولوجي المناسبة ليا في مرحلة الترشيح، عايز ايه، شكل المرشح بتاعي ايه، عايزه حاجة تقليدي العمالة حافظاها وبتاع، تمام ماشي، اعمل حسابك انك انت هتجيب حاجة العمالة حافظاها، بس انت عايز صيانة ومتابعة وعايز عدد عمالة بثلاث ولادي عشان شغل الكلام ده كله. بينما في الـ continuous filtration لا 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 لا، اللي بيشتغل هو الرمل، هو اللي بيلف. انت مشكلتك كلها انك تتابع دوريا معدل مية الغسيل ومعدل تدوير الرمل، وفي نفس الوقت كومبريسور بتاعك تحطه في عينيك عشان تحافظ عليه. يعني انا بشكركم شكرا جزيلا، اتمنى ان انا يكون وضحت الفكره من محطة الترشيح دي. التكنولوجي ده يستخدم امتى، ما استخدمش امتى. كل واحد يا جماعه يبص لمحطته كويس، بص لشركته كويس، بص لامكانياته كويس قبل ما نفرح بحاجه يعني تبقى جديده. لابد نكون عارفين ان كل يعني كل خطوه ليها متطلباتها. انا يعني بشكركم وبتمنى منكم التواصل من خلال لو كان من خلال الشات او من خلال لو تسمحوا لي او الزملاء يسمحوا لي في على في اكوا انرجي. يا جماعه الموبايل بتاعي محطوط في كل سلايد، في نهايه كل سلايد في على القناه، قناه ووتر تريتمنت نوليدج ترانسفير. هتلاقي في اخر كل فيديو هتلاقي فيه طريقه التواصل، في الكبسولات مثلا في الاخر هتلاقي فيه رقم الواتس، وهتلاقي كمان في الايميل. انا بشكركم يعني شكرا جزيلا، وبشكر اكوا انرجي اكسبو، وبنشكر الدكتور محمد خليفه على فتح الفرصه ليا ان انا اتكلم مع حضراتكم حوالين الموضوع ده. اتمنى من الزملاء في اكوا انرجي ان هم يعني ربنا يوفقهم ويكملوا في ندوات زي كده. انا اظن انها هتكون مفيده جدا جدا لكل الزملاء اللي عاملين في مجال الميه. شكرا جزيلا لحضراتكم، وشكرا جزيلا ل اكوا انرجي اكسبو. باشمهندس منى، شكرا باشمهندس محمد. الحقيقه الويبينار كان رائع ومليء بالمعلومات المفيده والقيمه، وتم عرضه بطريقه ممتازه. بنشكر حضرتك جدا، وبنشكر الساده الحضور على الاستماع، متمنين لكم اقصى استفاده. وبشكر الباشمهندس محمد خليفه مؤسس منتدى اكاديميه خبرات تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصه اكوا انرجي اكسبو الجهه المنظمه للويبينار. كنت مع حضراتكم مهندسه منى. نتمنى من الله تعالى اللقاء على خير في الويبينارز القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله. بشكر حضرتك يا باشمهندس محمد. شكرا يا فندم.